صباح الخير لكل المشاهدين مع يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. هالبرنامج طلع عليكم يوميا من العشرة الوحدة بتوقيت بيروت مع بيئة منوعة من الفقرات والضيوف والأفكار والمواضيع اللي بتراح عليكم يوميا. كمان تحية لكل فريق العمل يلي بيشتغل بقوة وبجدية يوميا وبيتواصل مع لبنان وكل العالم ليقدر يقدم لكم مواد كويسة. رمضان كريم، وتقريبا صرنا بنص رمضان شباب، نص رمضان هاي نص، صرنا بالنص على القد ايه 13، يعني بعد عنا تقريبا يوم وكذا، على امل نقضي هالشهر بالخير والبركة. ولبنان كتير حلو، دول عربية يعني ما بدنا نصيب حظنا بالعين، كتير حلو كتير حلو كتير حلو لبنان بشهر رمضان، الجمعة والعيلة والأهل والأصحاب والأجواء وبيروت وصيدا وطرابلس والبقاع وكل المناطق اللبنانية يلي كل واحد بعاداته وتقاليده بيستقبل هالشهر الفضيل. ما تبكوا على شخص إذاكن، بالعكس انبسطوا انكن كمشتوه وكشفتوه على حقيقته، وانكن رح تفتشوا على شخص أفضل يرفقكن بحياتكن. ما تكرهوا الناس يلي بتغار منكن، بيغاروا منكن تعرفوا ليه؟ واضحة، لأنكن أحسن منهم ومش قادرين يوصلوا اللي انتو وصلتوا له. ما تضيع وقتك بالانتقام أبدا، واللي بعرضوك للأذى يوم من الأيام رح يواجهوا نصيب ونتائج أفعالهم. ما تخبر عن خططك بالحياة وخطواتك لهدفك، ممكن تفقد الحماس إذا خبرت وحكيت عن خططك، لأنه لازم تتعلم مجرد ما تحكي عن مخططاتك بالحياة بدون ما تشعر رح تفقد هيدا الحماس. خلي العالم تشوف نتائج مخططاتك مش أبدا طريقة خططك لتوصل للنتيجة. درس لازم نتعلمه بالحياة هو التعبير عن المشاعر لأشخاص خطأ ممكن تأذينا. الأفضل انه نعبر بتصرفاتنا للاشخاص الصح واللي بيستاهلوا انه نعبر لهم. الرضا عن حياتنا افضل من حياه ناجحه، بتعرفوا ليه؟ لانه الرضا نحن بنكون مقتنعين فيه لحياتنا، مقتنعين بكل شيء عم نعمله، اما حياه ناجحه نحن بننطر تقييم بصير من العالم التانيين. بقى اهم شيء القناعه وتكونوا راضين عن حياتكم وافعالكم، واكيد النتائج رح بتكون حياه ناجحه بعدين، وشو ما بده يصير يصير. ما تيأس، يوم نجاحك واصل بعد المثابرة، انت عليك انك تواصل بجهد لتوصل لعندك، بس كلها مسألة وقت. ما تقول ابدا انه انا ما نجحت وما طلعت وما تقدمت، بالعكس كلها مسألة وقت، انت مجرد ما تثابر رح يوصل لك يلي انت بدك. تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وعبر الفيسبوك طبعا. وسؤالي بالحياة، هل عندكن نعمة الصبر لتنطروا النجاح؟ جاوبوني بعد شوي، نقرأ بعض الكومنتس. واسمحوا لي أنا بالتهليل، قل له ألف مبروك لصديقي وحبيب قلبي وخيي وزميلي ورفيق الدرب ورفيق عالم الصباح ورفيقكم كلكم، وخاصة رفيقنا بشهر رمضان هلأ، الشيف حسين. أهلا بتيا، أهلا يا شيف. صباحو جوزيف. صباحو يا شيف. أول شي بدي أقول لعلا الحمد لله على السلامة مدامتك، ان شاء الله دايما بتبنين والبنات والفرح وتضلكم مجموعين عيلة حلوة مثل هالشف وهالرجال اللي عندك ايه الطيب الحلو، واللي طبعا بيمثل اهالي بعلبك ولبنان للعالم العربي. انا بقول لك يا شف مبروك وتيا بصحة جيدة، واسم الله عليا قمر 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 طالع على مين تشبهني، يمكن علم وحمي علي او شيء. تشبهني الي؟ لا لك صراحة. طبعا تشبهك. تشبهني الي ولا على، يعني نص مني ونص من على. طبعا. والباقي منك كثير. كثير تشبهه لك كثير اكيد. بالسلامة. ثانك يو جوزيف، كلك ذوق. وتقشع على الاخوة. الله يخليك. طبعا انا رح ضل اعيط لك ابو علي يعني في، لكن اجى علي. على ابو تيا. هلا ابو تيا. ابو تيا. خبرنا شو عندك اليوم جوزيف. نحن بعدنا مستمرين مثل العادة مثل هالشهر الفضيل، طبعا في عنا وصفات رمضانية مثل ما عم نحضر كل يوم أربع وصفات رمضانية. في عندي سلطة التمر بالركة بالإضافة لبتنجان بالثوم ودبس الرمان. في عنا العسملية مشاهدينا بأمر الدين هالطبق الكتير طيب، وأيضا في عنا فتة الملوخية. شو هي فتة الملوخية؟ رح نعرف عليها المشاهدين خلال فقرات. رشة ملح، بس ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم
كل المقادير خلال فقرات رشه ملح. شايف بعد في صميد بعمل فيه فته، اسم الله عليك شو بتعرف تعمل فته. رح نرجع لك خلال النهار عده مرات، طبعا هو وصفتنا اليوم وافكار لافطاراتكم وسحوركم الرمضاني. اما هلا تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابرش. صباحكم بالخير، اليوم الثلاثاء 29 ايار مايو، يوم القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس، وفي عنا فول مون اليوم بتمام الساعة 5:21 دقيقة مساء بتوقيت بيروت من برج القوس، معناتها في عنا مواجهة بين القمر والشمس. كيف رح بتكون التأثيرات على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، التأثيرات الفلكية اليوم كتير حلوة ممتازة، لأنها بتخلق أجواء إيجابية من حولك، هنالك تقدم، هنالك نجاح بالعمل اللي بتعمله، الاتصالات حتى الدردشة اللي بتصير، كل شيء اليوم يبدو وكأنه إيجابي وبيصب بمصلحتك. الأكثر نشاطا الأكثر حظا هو مولود شهر أدار مارس. بنتقل لبرج الثور، تختفي مشاكل وضغوط اليومين السابقين، الأجواء اليوم بتقلك أنه حان الوقت ليصير في نوع من تسويات، إعادة النظر ببعض النقاشات، يمكن يكون في تراجع عن بعض الأمور، بعض البنود، وهنالك نوع من ضرورة عندك لتاخذ خطوة باتجاه الطرف الآخر. الأكثر حظاً 27 ل 29 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لك مولود برج الجوزاء، هذا القمر البدر عم بيواجهك، عم بيواجهك من خلال يمكن أول شيء نفسيتك وطلتك على الأمور، كيف عم تشوف الأمور، وكأنك حاطط لونات قدامك، عم تتطلع على الحياة من هاللونات، من هالعوينات أو النظرات اللي أنت حاططهم قدامك، فمن المستحسن أنك تنظر للأمور من منظار إيجابي، وإلا بتنرفز اليوم، بتزعل أنت، معقول تزعل حدا. الأكثر توترا اليوم هي مواليد شهر أيار مايو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبة لك اليوم مولود برج السرطان، نهار طويل، نهار بشغلك، نهار بتعبك، بتبلش بشغلة ما بتعود تخلص، وانت عم تشتغل على هالشغلة مثلا الأولى بتبين مسألة تانية وبتتشربك الأمور والتليفونات. ضروري اليوم تكون أول شيء انت مروق، وضروري تكون أيضا ماشي حسب جدول أعمال محدد لحتى ما تضيع بالأولويات. انتبه على الوضع الصحي أيضا. الأكثر تعبا هي مواليد 29-30 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. تعتبر من الأبراج اليوم الربحاني، يلي عندها مكاسب كتيرة، يلي في عندها نجاح، يلي عندها ارتياح، يلي عندها وجهات نظر الناس بتقدرها وبتزقف لها وبتدعمك، أجواء ممتازة جدا، من أجمل أيام هذا الأسبوع. لكن انتبه من بعض المعاكسات 27-28 و29 تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء اليوم يمكن تغرق حالك بدوامة من الأمور الشخصية، يمكن تغرق حالك ببعض المسائل الشخصية يلي بتزعلك، يمكن لأنه أنت كتير بتفكر فيها وبتحللها وبتدقق فيها وبتصير تشوف أمور يمكن ما كنت لازم تشوفها، أو يمكن لازم تغض النظر عنها. اليوم في بعض المسائل الشخصية المتعبة، إذا بتطول بالك شوي، إذا بتعالجها بمنطق بيمشي الحال. أكثر اليوم المواليد تعبا هي مواليد آب أغسطس 19 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان، أنت اليوم تعتبر نجم بين كل الأبراج. ليش؟ لأنه اليوم مولود برج الميزان أنت مبدع بأفكار، بتصرفات سريعة، ذكية، نشيطة، بناءة. اليوم ما حدا بيسبقك بطرح الأفكار، يعني بدل ما تطرح فكرة بتقدر تطرح فكرتين وثلاثة، وتطلع بإضافات لأفكار الآخرين. نهار ممتاز، إن كان للامتحانات، للمفاوضات، للاجتماعات، للحياة الاجتماعية أيضا، يوم نهار ممتاز ما بتهدأ فيه. الأكثر حظا 29-30 سبتمبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، امبارح كان القمر عندك، أول امبارح أيضا، معناتها في صفحة جديدة عم تبدأها. اليوم بدك تكمل بهالمسألة هاي، بدك تضيف لها، بده يصير فيها إضافات، عم تبني، عم بتركز، عم بتأسس هالقرار اللي أنت أخذته في اليومين السابقين، أو هالأمور اللي توضحت. أنت اليوم عم بتحط من خبرتك، من وقتك، من مالك، ليش لا، لحتى
تتقدم بها الصفحة الجديدة. احتمال يكون في أرباح معنوية مالية، واحتمال أنه أيضا يكون في بعض المصاريف. 7 8 9 نوفمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. القمر ببرشك اليوم والقمر فول مون، يعني ما حدا قدك اليوم مولود برج القوس، مرة بالسنة بيكون القمر فول مون ببرشك. أنت اليوم متقدم سباق ومنافس قوي جدا. اليوم مولود برج القوس ضروري تحط البنود اللي أنت بدك إياها وتحاول أنك تحسمها وتختمها بين اليوم وبكرة، ماكسيموم الخميس الظهر. الأجواء داعمة ممتازة، إشارة لك لتتقدم، ضوء أخضر، واحتمال أنه يكون في عندك أخبار بتوصل لك أنت ناطرة. الأكثر حظا بالتأكيد هي مواليد نوفمبر. كمل مع برج الشادي. هون مولود برج الشادي بحس حاله أنه تعب أو تعبين أو نفس مثل ما نحن بنقول، طالع باله ضروري أنك ترتاح، وضروري أنه ما تحط حالك بأجواء وظروف صعبة ومعقدة. أنت لا تملك الحظ الكافي لحتى تنجح بتفوق، بالكاد تقدر تنجح. ضروري تكتفي بإشياء سهلة مش معقدة، وبدك تنتبه تفتح عيونك كتير منيح لحتى تتفادى حصول التباسات. الأكثر تعبا هي مواليد ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. هيدا القمر البدر بيناسبك مش بس اليوم، في بكره وايضا الخميس منتصف النهار. جو ممتاز اليوم بغذي مولود برج الدلو بالدعم، التقدير، التأييد، النجاح، التفوق، تلفت الانظار. عندك شخصيه جذابه جدا بتخولك تكون شخص مميز في المكان المناسب والوقت المناسب، لكن لانه كوكب المريخ موجود حد برشك كون حذر جدا. 24 25 26 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت هالقمر الجديد، القمر البدر الموجود ببرج القوس، عم بيقول لك انه انتبه لشغلك. في بعض الامور الشخصيه بدك تحطها على جنب، بدك تفصل بين الشغل او المهمه اللي عم تشتغل عليها وتترك الامور الاخرى على جنب. ما تغرق حالك، ما تضعضع شغلك وعملك والفرصه المتاحه لك. انت موجود بفرصه زمنيه او بفتره زمنيه مهمه، فما تضيع، ما تضيع حالك. في تعب، في قلق، وعلى الارجح له علاقه يمكن باحد الوالدين. بضل في حظوظ عند 5 6 و7 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنه مهمه جدا، لان هيدي كل هالسنه 365 يوم مضاءه كل هالايام بالقمر البدر. ومضاءه وين؟ مضاءه على صعيد الشراكه، على صعيد العلاقات، علاقات على انواعها، على انواعها. الاولاد، اولادكم يعني يمكن اصحابهم، يمكن يكون علاقتهم مع الاساتذه، الاشخاص الناجين اللي بيشتغلوا بشغلهم، بحياتهم الخاصه، حياتهم الشخصيه، العلاقه مع القانون. هذه السنه كثير مهمه، بدكم تشتغلوها بكل احتراف، بكل مهنيه، وبدكم تشتغلوها على الاصول. حزيران، يونيو، اكتوبر، وشباط، فبراير هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. إذن الصبر والقناعة اثنين كنوز بالحياة ما بيفنوا أبدا، ولازم يكون عنا إياهم. نحن وياكم رح ناخد بريك، ومن بعدها منكون مع هادي على الموضة. خليكم معنا، ما تروحوا لمطرح. طبعا من التنوع الموجود ببرنامجنا، مثل ما بتعرفوا الموضة دايما جاهزة مع هادية من لبنان والعالم كله. اليوم ضيفتها مجموعة جيسيكا خواجة ومجموعة ربيع وصيف 2018 على الموضة مع هادية. صباح الخير هادية. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقة جديدة من فقرة على الموضة. مثل ما عطول عودناكم بفكرة على الموضة باكتشاف مصممين جدد ومواهب جديدة، واكيد نطلعكم على كل شيء جديد عم بيصير بعالم الموضة. وهلا قريبا كتير اكيد سمعتوا عن العرض الكروز تبع ديور وتبع لوي فيتون، وان شاء الله بالايام القريبة رح نشوفه سوا. بس لكن
ببلش الموسم وصار في تفكير بالمناسبات الحلوة والمميزة، وأكيد بهذه الفترة بدنا نكون نحن مميزين. اليوم عندي ضيفة، درست تصميم الأزياء بإيطاليا بمارانجوني، وكمان عملت الماستر كمان تبعها بإيطاليا، واشتغلت لفترة مع المصمم الراحل باسيل سودا قبل ما يتوفى. ومن بعدها حبها لعالم الموضة وللدرس يلي درسته والخبرة يلي عملتها، حبت تطلق لاين تحت اسمها وتحت اسم بلو فور بورغندي. صباح الخير جيسيكا خواجة. جيسيكا خواجة صار لك تقريبا شي سنتين فينا نعتبر انه اطلقت اللاين تبعك. وفي اول شيء اكيد المشاهدين مثلا بيقولوا انه هلا اكثريه المصممين لما بدهم يطلقوا لاين كلياتهم عم يطلقوا لاين تحت اسمهم. كيف طلع على بالك تسمي بلوب فور بورغندي؟ اصلا هن اللونين اصلا كثير حلوين، بتخيل هن اللونين المفضلين عندك، اذا فيك تخبرينا اختيارك لهالاسم بالبدايه. انا هول اللونين يعني مثل ما قلتي انه الواني المفضله، وكنت على طول اقول انه ما بدي اسمي البراند تحت اسمي، كنت بحب انه سميها هيك اسم غريب ما كثير كومان. دونك نقيت بلو انه بلو اتس ا كولد كولر، وبرغندي هو لون دافئ. دونك بلعب على الدواليتي كمان اللي موجوده بالمره، يلي هي من ميل كثير سوفت وكثير ناعمه، ومن ميل ثاني كثير قويه وكثير باورفل. مشان هيك نقيت لونين شوي متناقضين، بس كمان كثير بيلبقوا سوا وبيركبوا سوا وبيلبقوا سوا. على كل حال، طيب جيسيكا ككولكشن تبعيتك اتس بريت ابورتي، بس كمان بنفس الوقت بتعمل مثل هيك سبيشال ادجستمنت للزبونه لما بتجي لعندك، خاصه مثل عندك الكاستمر سيرفيس اللي عم بتكون مميزه كثير عند جيسيكا يا اما عند ماركت بلو فور بورغندي. قبل ما نفوت بهدول التفاصيل، اذا فيك تخبريني عن هالمجموعه، بنحسها كمان مثل ما كنت عم تقولي هيك بتشبه كثير الاسم، بنلاحظ مثلا مثل انت التيبي اللي بستيه الاوف وايت، نحس اللون النيوترال، وبنرجع بعدين على الالوان مثل ما انا لابسه الالوان القويه اللي جامعه فيها الفوشيا البرتقالي والاحمر البرغندي، يعني المزج الشاري ريد اذا فينا نعتبره. ونفس الشيء الكولكشن في الازرق الاوف وايت والملون اللي ماسكين كل مع بعضهم. شو كان شو هن الشيء اللي استوحيتيه لهالمجموعه؟ هالايدي المجموعه سميتها مارش بالونز، اللي هي انا استوحيت من بينتينج لفرانك لويد رايت اللي هو هيز ان اركيتكت. فيها هي اتس سيركلز، يعني فيها اذا بدك الادجز المدورين الناعمين، وات ذا سيم تايم فيها الادجز اللاينز الخطوط. كمان اذا بتلاحظي بالباترنز مثل بالفستان اللي لابستي او بالفستان الاوف وايت هلا بنشوفه بعد شوي، كثير في باترنز، في سيركلز وفي ستريت كات، كله فايت بقلب بعضه. وكمان هو بالبينتينج كان في كثير الوان ما خاصه ببعضها، كلها مجموعه مع بعضها وعاطي افكت كثير حلو. دونك مثل ما كمان هون يعني خلطت انا الليلا مع البلو، خلطت الفوشيا مع الاورانج والاحمر، انه في كمان كومبينيشنز العالم يمكن ما كثير بتتخيلها انه بتطلع حلوه مع بعضها، بس طالع كثير افيه حلو تبعها. على كل حال انت عم تخبري هلا، عم نشوف كمان اللوك بوك تبع الكولكشن. كولكشن متوزعه لكل الاوقات، يعني بين النهار لليل للمناسبات الحلوه كمان. هون اذا فيك تخبرينا عن الفساتين السهله، اليوم ما جبتي لنا هيك لانه شو اسمه حبيت تفرجينا الكوتير للنهار، بس باللوك بوك عم نشوف اشياء كمان لليل، بس كمان قلتي لي كمان الادجستمنت، تعملي ادجستمنت للزبونه. اكيد اكيد، لانه في كثير يعني في كثير قصص نحن بنحب نعملها للتصوير لللوك بوك هيك تتا انه، بس في كثير عالم يمكن ما بتزبط على جسمها، او في حتى زبونات مثلا بفضلوا تنوره هيدا الفستان مع توبيت غير فستان. حسب كل واحد جسمه شو بيلبق له بنقدر نعمل الالتريشنز، بس اكيد بنحافظ على يعني الايدنتيتي تبع البراند وتبع الكولكشن. قد ايه بتعملي كوانتيتي من الموديلات؟ حسب الفساتين الايفنينج دريسز ما بعمل، يعني بس بيكون في البروتوتايب وبنرجع على اساسه بنشتغل للزبونه. القصص مثل البانتس البليزرز والتيشيرتس وهدول التيشيرتس هول اكيد بعمل منهم سريات،
سو على طول بيكونوا افيلبل، وعلى طول بعمل منه كمان كومبينيشنز غير اللي موجودين على اللوك بوك. يعني مثلا اللوك البلو مع اللايلاك عملت منه على لايلاك مع احمر. هون عم نشوف الشورت المزيج اللوك تبع الفوشيا والاورانج والاحمر تشاري ريد كلياتهم مع بعضهم. وهون هيدا العبايه هلا بنشوفه لايف بالاستديو، هيك بنحس مثل هيك انه اوت اوف الكولكشن، انه فرجيتي الكوتي قديش بتحب الكوتي الاشياء القريبه للجسم، فرجيتي الكوتي كمان كيف الست كمان بنفس الانسبريشن فيها تلبس شيء مريح بنفس الوقت. وهون الكوتي الكاجوال شيك مثل اللوكي اللي انت لبستيه تقريبا. كلهم قماشات انا بشتغل يعني بركبهم انا، يعني ما بتلاقي القماشه هي مثل ما هي، كلهم نحن بنشتغله وبخلط كثير قماشات منهم كثير قراب من بعض، بركبهم مع بعض طيعته هيك. في هذا الشطارة يعني المصمم يكون مختلف عن غيره. طيب جيسيكا، مثلا اشتغلتي لفتره عند باسيل سودا، شو هن الاشياء اللي تعلمتيها منه؟ لانه نعرف انه المصمم كان كثير مميز بشغله بالدقه وبنظافه الشغل، ومعروف كمان كان بالقصات. شو حسيت انه ضاف للخبره تبعيتك لما هلا عم تشتغلي؟ بتحسي انه الخبره فادتك؟ اهم شيء انا بالنسبه لي كانت خبرتي عند باسيل سودا، يعني اشتغلت معه 5 سنين. أكيد أنه كانت مهمة أسماد، وكانت مارانجوني كمان مهمة، بس المدرسة أنا بالنسبة لي الأساسية هي باسيل سودا، لأنه اشتغلت معه بكل يعني بكل الفيزز، بكل الفيزز، بالباترونات اشتغلت، بالباترنز اشتغلت معه، بالديزاين اشتغلت معه، أز أسيستنت اشتغلت معه، بالمانجمنت I managed the ready to wear line لفترة آخر 2.5 سنين يعني. فبميلة التكنيكال كان كتير دقيق، كان يعلمنا كتير الدقة والفينيساج المرتب، انه اهم شيء القطعة تكون من جوا مثل برا. الباترون كان هيز ذا ماستر اوف باترن ميكينج، دونك علمنا كمان الباترن الفيت قد ايه لازم يكون حلو دقيق يطلع حلو على اللبس. والديزاين اكيد يعني كان كرياتور، ما كان يعمل يعني قصص عادي تشوفيها، كان عن جد انه كان كرياتور يخترع موديلات، يشتغل مظبوط على الفكره، على ينقي قصص مميزه تميزه عن غيره وعن باقي الديزاينرز. سو اكيد يعني كل اللي تعلمته عنده كان هو يعني اكثر شيء اللي اثر فيه وخلاني اوصل لهون يعني الحمد لله. طيب جيسيكا، مثلا مثلا باسيل اول ما قال لها بالكوتور، وبعدين قال لها على البري دابورتي، وهلا قلتي لي اشتغلتي كمان لمده بالبري دابورتي، من جذبت مثلا؟ بحس انه يمكن التكنيك يمكن شوي على كوتور ستايل تعمليها تكنيك كوتور، بس انا بحب بدي اقول لك يس تكنيك كتير دقيقة، كتير فيها دقة، يعني حتى هو البخي تبعه كان كتير كان دقيق كتير كمان. دونك ايه بشتغل بدقية باسيل سودا، بس بحب انا البخي، يعني بحب اشتغل، عندي باشن اكتر اني اشتغل بخي. حتى الايفنينج دريسز يعني اللي بتشوفيهم تبعولي فيهم اكثر، ما بتلاقي فيهم الدانتيل والتطريز اللي موجود بفساتين الكوتور. لا بتحسيها في البساطه بس مع التويست المميز. خلينا نشوف هيك مثلا هلا بعد هيك نفرجيهم للمشاهدين على بعض الموديلات. هون مثلا مثل هيدي التوب، هيدي انا رسمه الرسمه ومركبتها وبعتتها على التطريز ومطرزتها، يعني حتى بتشوفوا اللوجو موجود على التي شيرت. هون مثلا هيدا البنطلون فينا ممكن ناخذها مع هيدا البنطلون، هيدا موجود in different colors in different sizes البانت. وهيدي مثل على ستيل كيمونو ستايل كمان، هي موجوده عامله منها ريد فوشيا ولايلاك كمان مع combination color. وكيل فيهم كلهم يلنسقون، هيدي مثل نفس الانسبريشن مثل تقريبا قميص، هي القماشه مع البنطلون على الشروال ستايل. انا مركبتها هي القماشه، هي القماشه لحالها، حتى بيناتهم شبك ومثبتهم، تعطى هيدا الافيه النت. وهيدا الشروال، وهون ال هيك شو حلو
ولي هيك طبيت انا من تحتها بس هي الاساس ايه يعني حتى بتشوفي انه خالتها ثلاث الوان مع الدوغي وما بتحسيه فولغار او بلق يعني ولهذا دارجه هذا التوناسي لهالسنه ايه كثير دارجه شكلت لبسها مع هيدا البانت انا كان اوكي هيدا البانت انا عملت له شيرت كمان حتى مثلا انا هيدي مثلا انا الجاكيت مثلا البانس شو بدنا نشوف هون البنطلون كيف معمول وهون مثلا انا اذا بدي البس كمان فيني البس كتوتال لوك كمان مزبوط خاصة اذا طلع على الجبل اما شيء على طول بالصيف انت بحاجة لجاكيت يعني حتى جاكيت خفيفة رقيقة او هيك هيدا الفستان هيدا ماي فيفورت حلو ايه. خاصة بالتقطيع تبعه يعني كله شقف الالوان الباستيل كل تدرجات اللون الباستيل اللي هالسنة كثير درجة لهالموسم وقديش جيسيكا بحسك بتتبعي كمان التوندونس اكيد ما اكيد ما مضطرين وهيدي هون عباية ستايل مختلف اكيد هيدي اتس وان سايز وشوفوا التفاصيل على الكتف شو مميزة بحس على اللبس مثل ما شفناه على المانكان كثير حلو وعلى كل جسم ست بتخيل بعطيها لوك وهدول الالوان بتخيل نحن بالعالم العربي بتخيل بيعطونا لوك مميز كثير بيعطونا اضاءة مميزة فاذا بتمنالك لك كل التوفيق جيسيكا مع هيدي المجموعه الحلوه والماركه بلو فور برغندي واكيد لكل الاشخاص يلي حبوا هالمجموعه لجيسيكا خواجه فيهم يتواصلوا معها عبر الانستغرام اللي هو بلو فور برغندي وبتحت اسمها جيسيكا خواجه كمان على الفيسبوك واكيد اذا بدكم معلومات اكثر فيكم تتصلوا فينا على التلفزيون بنعطيكم كل المعلومات عن المصممه وهلا بنوصل لنهايه فقره على الموضه بننتقل لان جوزيف ليخبرنا شو في عنا بعالم الصباح. ثانكيو لك هاديه برافو جيسيكا كثير حلوين الاغراض نحن وياكم مكملين عالم الصباح للوحده بتوقيت بيروت بريك وبنرجع مع كارلا خفيف نضيف وطبعا لنا مرأة عند الشيف حسين. عودي معكم للمتابعة طبعا دايما خلال الشهر الفضيل بنحاول قد ما فينا نوصلكم المسج اللازمة وخاصة عن الافطارات والسحور والاكل يلي بنستعمله اكثر واكثر خلال هالشهر وبما انه بفترة الليل يمكن بيصير في اكل اكثر في كميات مسموحة من بعض الاطعمة لو كانت مفيدة اليوم الفواكه المجففة وال بسميهم المكسرات النية شو الكمية المسموحة فيهم مع كارلا بخفيف نضيف كارلا صباح الخير صباح الخير جوزيف تمام بتحسي الطاولة صحية بامتياز 100% لأنه أنت بتنصحي دايما بهالنوع من الأطعمة ولكن دايما في كميات مسموحة مزبوط مزبوط أول شغلة قلتها جوزيف وبدي عقب عليها هو أنه الفكرة السائدة أنه خاصة بالفاكهة المجففة والمكسرات النية أنها صحية وهذا الشيء مظبوط كتير رح نحكي قديشها بتفيد نعم. بس بدنا ننتبه على الكمية بسمع كتير من الأشخاص بيقولوا لي طب أنا ما عم بلقمش غير أشياء صحية حتى عندي جات مثلا من اللوز الني أو الفستو المشمش التمر أنه كل هاي أمور جدا صحية نعم. صحيح إنما بكترة بدها تجمع دهون وبالنسبة للمكسرات طبعا وسكريات وبالتالي بدها تخلي الواحد إذا ما يخسر من وزنه يزيد أو على القليلة يلي عم بيحاول أنه يخسر من وزنه ما بيخسر صحيح. فهون ليش عم نحكي خلال شهر رمضان المبارك لأنه نحن بحاجة لهالأنواع من الفاكهة بعرف هلأ موسم المشمش الطازة موسم الخوخ الطازة هلأ كله عندك طازة. كله موجود طازة وطبعا قول مش هلأ موسم التمر أو البلح بس دايما موجود على مائدة رمضان طب المفضل الطازة ولا المجفف؟ وهيدا كمان كتير منيح السؤال أنه هلأ أنا عندي طازة وعندي مجفف شو باخد؟ لكل وضع
بيتطلب نوع. فأنا شخصيا بفضل دايما نخلط بين الطازة والمجفف. الطازة لتحصل أكتر شيء على الفيتامين اللي بيروح وقتها يتجفف تتجفف الفاكهة، والمجفف لأنه بيتجمع فيه المغذيات وخاصة المعادن اللي بنخسرها كتير خلال فترة الصيام. لهالسبب عم نحكي عن فاكهة المجففة اليوم. فأول شيء رح نبلش بالمجفف اللي هو طبعا دايما موجود ومنحبه كلنا، ما في حدا ما بيحب. يمكن في ناس ما بتحب الطازة بتحب المجفف أكتر. والفكرة بالمشمش تحديدا، هلا طبعا المجفف او طازة، هو احتوائه على الالياف اللي بتساعد كتير لتخفيف من مشكلة الاكتام اللي بتصيب صح. الشخص الصائم، لانه حتى ولو عم تاكل فواكه اوقات ما عم تاكل كمية لازمة، وبالتالي بتضلك عم تشكي من الاكتام. الالياف اللي بقلب المشمش المجفف سهلة على المصران، وبالتالي ما بتعمل نفخة وغازات، فما في مشكل انه نحنا ناخد مثلا الحصة اللي أنا عم نحكي أنا وياك عن الكميات هي مثلا 4 حبات، هي بدل يعني كأنك عم تاكل فيكها عادي حصة فواكه. أنت كم حبة مشمش هي الحصة؟ تنقول 4 أو 5 حبات. نفس الشيء بالمجفف. أيمتين بنصير بنقول لا الفاكهة المجففة بتنصح؟ وقت أنا بالميزان، يعني أنا وقت أزين 100 جرام من فاكهة طازة بيطلعوا 4 حبات، بينما إذا زنت هولي ال4 حبات ما بيطلعوا 100 جرام. إذا عم بزين بالجرام بدي أرجع حط كل هيدول يمكن بعد أكثر ليصيروا بقى هاي الكمية. طبعا كمجفف عدهم عم بيطلعوا معنا تقريبا 10 حبات أو أكثر، فبالتالي 10 حبات مقارنة بـ3 أكيد بدو يصيروا بنصحوا، مش لأنه هني عم بيصير فيهم شيء بنصح، بس لأنه الكمية عم بتصير أكتر بالميزان. إنما إذا عم نعملها بالحبة ما في مشكلة. طب هني شو الفواكه المجففة في إضافة سكر لألا شو؟ مبدئيا نحن وقت عم نحكي فاكهة مجففة مزبوطة ما في إضافات، يعني في بعض الأوقات بيزيدوا بلتوا الفاكهة بالسكر، بس معظم الأوقات مثل ما مبين معنا هون مثلا أبدا ما في سكر مثل ما هن. نفس الشيء وقت نحكي عن الخوخ كمان، وقت نحكي بـ3 أو 4 حبات هن أو 5 كمان حسب حجمهم هن الحصة كمان بحدي. بتفيد هون للديجستيون على الهضم صحيح والاكتئاب الاكتئاب بس هون اللي بدي أقوله بالنسبة للخوخ والمشمش تحديدا اللي عم نحكي عنهم، المشمش والخوخ طبعا اثنيناتهم حتى التمر فيهم معدن البوتاسيوم، راح احكي بعد كم حلقه عن قديش مهم البوتاسيوم بحياتنا، اولا لتعديل ضغط الدم العالي، فكل الاشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي بدهم يخففوا الصوديوم بالملح يلي بناكله كل يوم، وبالمقابل لازم يكتروا قد ما فيهم استهلاكهم للاطعمه يلي فيها بوتاسيوم. اكثر شيء انواع اكل فيه بوتاسيوم هن المشمش المجفف والخوخ. البوتاسيوم بيفيد الدماغ كمان، يعني كل شيء رح نحكي عنه بتفاصيل كثيره، بس كمان بالنسبه للمشمش تحديدا عندك مجموعه كبيره من الانتي اوكسيدانتس يلي هن او فايتو نيوتريانتس، يعني هن مواد كيميائيه طبيعيه موجوده بالفاكهه والخضار، وتحديدا بالمشمش هاللون البرتقالي دليل عن وجود البرو فيتامين آ أو ما يعرف بالفيتامين A قبل ما يصير. أنت بتحكي دائما عن الفوائد بلكي كل واحدة بنوعها وخصائصها، هل تو ليت إنه ناخد منهم بعمر معين مثلا؟ أبدا بالعكس. أبدا It's never too late. أو ساعة اللي بتبلش إذا كانت عاداتك سيئة وهلأ عم تبلش تغير على طول في استفادة، وخاصة عندك الأشخاص جوزاف مثلا المدخنين يلي معرضين لكل شيء تلوث إن كان بيئي أو بالأكل يكتروا من استهلاك هالأصناف من الأكل، لأنه معرضين لأكسيداسيون سيلولي صحيح. من هيك قد ما فيهم يركزوا هالأصناف. بالنسبة للمشمش تحديدا، يعني وقت نحكي كل شيء لون برتقالي، يعني بيتا كاروتينويدز كتير فيهم فنكتر منهم. بالنسبة للخوخ الشيء كتير منيح، وهون كل السيدات بنصحهم ياخدوا خوخ لأنه غني بمجموعة كمان من المعادن، منها المنغنيز والمغنيزيوم والبوتاسيوم أكيد والفوسفور يلي تبين أنه بيساعدوا لتخفيف خسارة كثافة العظم. يعني كل السيدات المعرضين أو عندهم هشاشة بالعظام بيستفيدوا من استهلاكهم للمشمش، يعني
هلا عم بيفرجونا انه اذا اخذنا حوالي ال 50 جرام يعني بدنا نحسب 5-6 حبات او اكثر من الخوخ بشكل يومي على المدى الطويل بحافظ على كثافه العضل. طيب هل وقت نحكي عن فواكه مجففه يعني في تخمير يعني في بروبايوتيك زياده؟ كمان هيدا كتير حلو وخاصة بالنسبة وصلنا له للتمر. ليش التمر هالقد مهم ومهم خاصة بقلب خلال فترة الصيام؟ لأنه بيزيد يعني لأنه غذاء للبكتيريا الجيدة بالمصران. يعني أنا لازم أكل كل يوم حبتين أو ثلاثة من التمر لأنه البكتيريا اللي بتكون بقلب المصران بدها تتغذى بشيء، بدل ما أعطيها مقالب الأكل المقلي والدهن ومدهن بيقتل صح بيقتل البكتيريا المنيحة، بينما التمر وغيره غذاء للبروبايوتكس أو البكتيريا المفيدة الجيدة. فمشان هيك كمان طبعا برجع بقول إنه مفيد لكل الجهاز الهضمي مع المزيج كله بالإضافة كمان لتعطينا الطاقة. فهون وصفة، هلأ رح نعطي وصفة للمشمش والخوخ، بس وصفة للتمر نجربها كتير حلوة. أكيد من فق التمر 3 أو 4 حبات من التمر بننقعهم تقريبا 4-5 ساعات، أو إذا بدنا كل الليل بكوبة من المي نرجع منحط كم حبة هيل منفقيهم ومنطحن كل شيء مع بعضه. أول شيء بيعطينا نشاط فظيع، بجدد خلايا الجسم، خلايا الدماغ. يعني هذه على السحور منيحة قبل ما الواحد يبلش يصير. مفيدة جدا على فترة السحور، وللأشخاص اللي عندهم مشكلة اكتئاب يجربوا هيدي الوصفة اللي أنا رح أحطها هون. عندنا 3-4-5، عندنا كمان 3-4، هون عندنا 1-2-3 لأنهم كبار، ورح نحط معهم لوز، كمشة لوز، كمشة فستق حلبة، فستق حلبة، وكمشة بزر دوار الشمس. بزر دوار الشمس. هلا انا فيي هيدول افرمهم اذا بدي، في مثل ما هن حطهم. هيدا دو مش دوار الشمس، عفوا، مش دوار الشمس، بذر اليقطين. اثنيناتهم منيح، بس كل واحد بيحتوي شوي على زيوت مختلفة، ففينا نشكل أو نحط محلهم بذر الكتان. هيدا فينا ناخدها سناك كمان على السحور، أو إذا كتيرة نقسمها اثنين، شقفة على السحور وشقفة على الفطور. إلا إذا أنا بدي خلي 3 حبات التمر أخدهم وحدهم أول ما أفطر، يعني بناخدهم فينا أو مخلوطين كمان مع الحليب على وقت الفطار. يعني العادة السيئة اللي عم نوعي عليها اليوم كمان، إنه نحن بنعرف كثير من خلال شهر رمضان بالبيوت وعلى الطاولات وقت القعدة والبلاكين بيكون موجود هالكمية دايما بيسلك بيري أو صحيح، بصير الواحد يتسلك، هيدي عادة سيئة لأنه أنتوا عم تاخذوا. شوف، إذا أنا ما عندي مشكل بوزن بزيادة الوزن وبالسكري، ما في مشكل، بالعكس هيدي الوصفة للواحد يزيد وزنه بطريقة صحية. إذا بالعكس بدي انتبه، يعني بيمشوا على الحالتين، بدي انتبه على وزني وبدي اكل شيء طيب بغذي وما بنصح كثير، باخذها بهالكمية. واخر وصفة لليوم للاشخاص اللي عندهم مشكلة بالاكتئاب، ممكن يخلطوا 2 أو 3 من الخوخ مع 2 أو 3 من التمر مع 2 أو 3 من المشمش، بننقعهم افضل بماء سخنه ومنهرسهم وبناخذ منهم على السحور ملعقه كبيره او ملعقتين. تتسهل معنا المعده ويبطل في عندنا مشكله. ليش خلطتي الفواكه المجففه مع المكسرات؟ لحتى يعطيك سناك بيشبع، لانه الدهون بقلب المكسرات بتساعد لحتى احساس بالشبع، يزيد الاحساس بالشبع وبتزيد كميه الفايبرز الالياف، لانه كمان من عدا الفوائد الموجودة فيها. لا يعني، وما ننسى أنه كمان اللوز والفستق كمان مصدر جيد للبروتين. يعني فيك هيدا بروتين نباتي، يعني أنت بوجبة واحدة حطيت دهون، بروتينات و انت شوف اسم الله الشيف حسين. الشيف حسين كتير بحب هالأنواع من الأكل، صح؟ طيبين كتير مع بعض. طعم كتير طيب. هلأ ما بدنا كثير نزعجوا للشيف ابو تيا، قلت له مبروك. طبعا طبعا. انت قلتي له طبعا امبارح قبلك سبقتك. لا اوكي، لا هيك كثير بسامحك يعني. اوكي، مهم حدا يقرب صوب الشيف حسين، هي اهم شيء. اهم شيء بس انا رح اقرب الكاميرا عليك يا شيف، روح. رمضان كريم وصباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا وصفات
رمضانية مثل كل يوم مثل هالشهر الفضيل. عم نحضر سفرة رمضانية عامرة، عنا أربع وصفات، ثلاث وصفات مالح ووصفة حلو. لثلاث وصفات مالح عنا أول وصفة أو الطبق الرئيسي مشاهدينا لوصفاتنا، فتة الملوخية. عنا كمان سلطة الركة والتمر، هالسلطة الكتير طيبة كتير شهية. كمان في عنا العسملية بأمر الدين، وأيضا في عنا باذنجان بدبس الرمان والثوم. لكن مشاهدينا هولني وصفاتنا لليوم، مثل العادة أنا وياكم بدنا نبلش بأول طبق، بالطبق الحلو، لحتى يستوي تستوي العسملية بالفرن. ورح نحضر خليط أنا وياكم كتير طيب، خليط أمر الدين. كيف يعني؟ طيب أول شيء في عندي أمر الدين أنا نقعهم بالمي، لكن مشاهدينا أمر الدين نقعينهم بالمي. بدنا نطحن الأمر الدين. أول خطوة بدنا نبلش بطحن الأمر الدين. عندي قوالب الكب كيك، العسملية رح أعملها بقوالب الكب كيك. طيب اوكي طيب، لكن رح نرجع نحاول نحن نطحنهم. شكلها مش اخدي محلها. اوكي، لكن مشاهدينا الامر الدين رح نطحنهم. طبعا رح نرجع نطحنهم، نحاول نطحنهم بالسكينة، او رح نطحنهم بمدقة التوم، نعمل كتير منيح، ونضيف لقلهم كريمة، ونضيف لقلهم كمان من السكر، وايضا لكن نضيف كريمه، وبدنا نضيف من السكر، وبدنا نضيف كمان مشاهدينا من الكورن فلاور او النشا. راح نضيفهم كلهم، نخلطهم مع بعض ونحطهم فوق الخليط او فوق عجينه العسمليه اللي راح احضرها هلا انا وياكم. لكن عندي من عجينه العسمليه، هيدي عجينه العسمليه طبعا من منتجات تونيس فود. راح اجيب العجينه وفرفطها بالسمنه، او فيكم تحطوها بالزبده. انا هون مشاهدينا محضر بالجاط سمنة، لكن مثل ما عم بتشوفوا، ورح ضيف العجينة العسملية للسمنة. طيب لكن مشاهدينا رح اخلطهم مع بعض مع السمنة، وحطهم بقوالب الكب كيك، وبخبركم بعد شوي، انطرونا عن هالوصفة بالتفصيل. اما هلا بالعودة لك جوزيف. شوف ليه هالقد مبسوط؟ مبسوط فيك ومبسوط ببنتي جوزيف. طيب رح ناخذ بريك نرجع. عودي معكم للمتابعة. مثل ما ذكرت بالبداية، قصة الصبر قديش مهمة عند الإنسان لانتظار نجاحاته. بقى تواصلوا معي عبر الفيسبوك، خبروني تجربتكم بهالموضوع. هيدا كل يوم ثلاثة مثل هالوقت طبعا بنلتقي بكندا بأرض ورد، واليوم حديثنا رح بيكون عن الجاردن شو، عن سبرينج فاستيفال 2018 يلي رح يبتدي بكرة. وضيوفنا جمانة داموس سلامي مدير شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، وميريام شومان من منظمي الجاردن شو. أرض ورد مع كندا. صباح الخير كندا. صباح الخير جوزيف. مدام جمانة ومريم، أهلا وسهلا فيكم. فينا دايما نرجع نقول رجع، يعني مرقت سنة ورجع الجاردن شو، رجعت الأيام الحلوة ببيروت. بدي رحب فيكم أرجع مرة تانية جمانة داموس سلامي وميريام شومان. هالسنة عم نحتفل بالسنة الخمستعش لهالحدث يلي كلنا مننطره، بعتقد كتار كتير كتار أشخاص يلي بينطروا الجاردن شو أند سبرينج فاستيفال. وهالسنة هالحدث هو برعاية السيدة الأولى السيدة نادية عون، وأكيد بدعم من بلدية بيروت ومحافظ بيروت. هالسنة سنة الخمستعش بدأ احتفال. اي والله بدأ احتفال، وانت معنا من اول نهار. اول ما طلعنا بالفكرة انت كنت داعمة هالمشروع ورعيتي كمان. يعني انا كمان من الاشخاص يلي فعلا بالنسبه لإلي هيدا الحدث يلي بنطره من سنه للتانيه، وبتمرق السنه بسرعه، بلاقي حالي رجعنا على الجاردن شو. في شيء اكيد في شيء جديد هالسنه، كثير عم نوعد الناس انه مختلف عن كل السنين. السنه ال15 شو في جديد؟ مين بلش انا؟
في كتير اشياء جديدة. اول شيء بتعرف واحد يعمل مهرجان او معرض او اي نوع كل سنة هيك بيصير احلى واحسن واكبر، يعني بينضج. بقى السنة 15 اول شيء اذا شفنا الصورة شو حلوة، كل سنة نحنا في ديزاينر هو بيرسم هالصورة الجاردن شو. بقى صار عندنا 15 صورة كل واحدة أحلى من الثانية. وهالسنة عليا مزنر عملت لنا الجولري ديزاينر عليا مزنر، هي هالسنة عاملة هالرسمة الحلوة المدوية لبنان كله. على الشاشة بتشوفي الشجر الصنوبر يلي هو الرمز لميدان سبق الخيل، محل ما بيصير الجاردن شو، معمول بورق ذهب كتير حلو هالسنة كمان الديزاين مثل كل السنين. على كل حال وعليا رح تكون عم بتبيع تابلوياتها اللي عملتهم خصوص للجاردن شو بالجاردن شو. تم هالسنة كتير حلو كمان، نقينا الصوت بالجنينة، الأصوات بالجنينة، وراح يكون في اشياء كثيره ونشاطات كثيره متعلقه بهالموضوع. اول شيء عندنا ضيف جاي خصوصي من ايطاليا اسمه لورينزو بروسكي، وهو ساوند سكيبر يعني كل شيء خصو كيف الواحد يهندس الصوت بجنينته. رح يكون عم يحكي عنه، رح يكون موجود معنا، وعاملين محاضرة نهار الخميس على الساعة 6 معنا نقابة المهندسين بالجاردن شو. رح يكون في كمان جنينات فيها صوت خصوصي، ورح يكون في انستالاسيون تشايمز، يعني بتعرفي كل هدول بيعملوا كلينج كلينج كاريو كاريو يلي بنسمع اصواتهم على طول. ديزاينرز رح يكونوا عاملينها خصوصي، عاملين كاريو خصوصي للجاردن شو. طبعا الجاردن شو هو لوحه فنيه بتزين بيروت، بس هي بتستمر كم يوم تقريبا كل سنه؟ الجاردن شو 4 أيام هالسنه، 4 أيام من الاربعاء لليوم السبت، من الاربعاء للساعه 11 اخرناها هالسنه لانه في اختار والناس فيهم ينزلوا ويفطروا تحت كمان. جريت. اوكي هلا رح نحكي عنها كمان، بس كنا تحت الهواء عم تقولي لي مريم انه بالجنينات اكيد في اصوات، يعني مشان هيك اخترتوا هالسنه هالموضوع انه عاده بس واحد يقول بدي اقعد بالجنينه بدي اقعد بالرواق، بس الرواق عنده صوت وفي اصوات ما بنسمعها بطوشه عجقه الحياه تبع كل يوم بنسمعها بالجنينه، منها مثل ما قلنا الكاريون يلي رح نسمعهم، منها الهواء بالشجر، المي صوت المي والفنتان. هولي ساوند افكت يعني ولا موجود؟ لا طبيعي موجودين يعني هذا المقصد، بس عشان نشرح لما بلشنا موجودين نحكي بالتام قالوا لنا شو تام اصوات بجنينه، نحن جنينه ما في اصوات، بس مثل ما قلت السيلانس له اصوات. صحيح. واشتغلنا على كل هالمواضيع، يعني يكون المي او الهواء او العصافير اكيد طبعاً. او حف الوراق حتى وراق الشجر او العصافير او كل هال يعني اصوات الحلوه. شو معناتها وقت نحكي عن اصوات الجنينه اللي هي اصوات عاده ما بنسمعها نحن ومعجوقين بحياتنا كل يوم؟ مزبوط 100% مزبوط. بالاضافه للموضوع السنه يلي هو اصوات الحديقه، كمان في كثير نشاطات جديده عم بتكون الجاردن شو. في الزيرو ويست هالسنة، زيرو ويست هالسنة إن شاء الله يكون المعرض كله زيرو ويست مع زيادة أبي شاكر عاملة السيدر انفيرمنتال. كل شيء رح يطلع من الجاردن شو رح يروح كل اللي فيتي تطلع من الجاردن شو رح يعاد تدويرها. بركي الجاردن شو يعني مثل ما بلش الجاردن شو بلا نفايات رح يخلص كمان بلا نفايات وكلياتها رح ينعد تدويرها، وهيدا اكيد بعتقد خطوه حلوه كثير وبتقدر تفرجي كيف نقدر انه نعمل اشياء حلوه بدون ما نكون عم نأذي، بدون ما نكون عم نطلع كمان نفايات.
عنا كمان النبتة، نبتة السنة، لأنه من كتير سنوات صار كل سنة جاردن شو عنده نبتة من بدو عليها بدت البدت الستار تبع شو هي النبتة هالسنة؟ هالسنة الزعتر. الزعتر بفتكر كل ما بنقول قدام حدا الزعتر بدو عيونه. الزعتر لأنه هي بيعني لنا وبيحكي. أي زعتر بس؟ كل أنواع الزنوة الزعتر اللي بتطلع بلبنان. زعتر البري يلي بنعرفه. بقى رح يكون في جنينات كمان ديزاين مع زعتر، رح يكون في ستاندات عم بيبيعوا زعتر، زعتر واحد بيقدر يشتري ويزرعه. واكيد كمان بيقدر يشتري خالص مخلص ويقدر كمان للمنقوشه. وراح يكون في توزيع لشتول الزعتر كمان لكل محبي الحدائق يلي بحبوا يكون عندهم كمان نبتة زعتر. ال ار اي عم بيوزعوا 5000 شتلة زعتر رح تتوزع من ال ار اي. مزبوط. اوكي اوكي. فاذا كثير اشياء، كثير اشياء جديده. كنت عم تحكي مريم عن الافطار يلي رح يكون بالجاردن شو. الافطار قلو فود كورت مثل العادة. اكيد جاردن شو بفترة رمضان المبارك شو رح يكون؟ كيف بيقدر واحد ينزل؟ حضرنا جناح سبيسيال مع كل شيء اللي لازم لل يعني في الواحد يجي يكون صايم يبرم برمته وقت الافطار وموجود الافطار بداخل الجاردن شو يعني من دون ما يرجع على بيته. بعدين بيرجع بكمل السهره لانه حلو بيكون الطقس حلو. اللي بالجاردن شو كل سنه بنبيع شتول موجوده. يعني في بيع شتول، في مناظر، في ديزاينز، في كذا افكار لجنينات البيوت يعني. بس هودي كله موجود. هيدا الهدف الاول تبع الجاردن شو، هيك بلشنا انه بمحل واحد تلاقي كل شيء لازم للجنينه او للبلكون بلا ما تروح تتبعهم بكل كل البلد. يكون في شطول جنينات، جنينات تاخذوا افكار وكل شيء ديكور ومفروشات. حتى للاعراس في افكار وكذا وهيك اذا واحد بده زينه الاعراس. في بس مش هذا هو يعني الهدف الاساسي. هو انه الواحد يحضر جنينته للصيف. نعم. للصيفيه عفوا. يحضر كمان يشتري شطول معقولة. يعني كل شيء يعني معقولة. يعني نكمل مسيرة كندا يعني اللي بلشها بعالم الصباح 100%. كل الأعداد برا وكل يعني هو اسمه الجاردن شو اند سبرينج فيستيفال. كيف واحد يقدر يعيش برا بالطبيعة بكل أوجهها؟ مش هيك كمان دا نرجع على الجناح والأجنحة يلي هي ثابتة بالجاردن شو، من اكيد الحدائق المصممه لترافل لبنان هالسنه. كمان عم يحتفل بعيد العيد الخامس ترافل لبنان. صار لنا كم سنه. اول شيء بلشت فكره انه بدنا نسلط الضوء على كل شيء عم بيصير مش بس ببيروت بس برات بيروت، النشاطات والافكار الحرفيين من كل المناطق. وتطورت وصار في الى هلا صار في جناح بيشارك فيه فوق 50 شركة من غابات الواحد بيقدر يزورها، من بيوت ضيافة، من نشاطات واحد بيقدر يعملها خلال أيام الفرصة، هايكينج اتسترا. معقول الواحد يستفيد ويحضر صيفيته. نحن الفكرة منحضر صيفيتنا بالجاردن شو. صحيح. بقى هيدي كمان في نشاط كتير حلو بيصير بترافل لبنان بدعم وزارة السياحة، ورح يكون زي عم بكمان يفتتحها نهار الخميس مع وزير السياحة أفيديس بدانيا. اوكي. بالاضافه لهالشيء كمان في مسابقه للازهار، لانه كان بيحكي جوزيف عن الازهار، في مسابقه للازهار لاحلى بوكي. لاحلى بوكي من قبل مين رح يعملها؟ عندنا 10 محلات زهور ببيروت نازلين بالمسابقه وكمان تحت نفس الموضوع ذا سينجينج بوكي سمينا البوكي يلي بيغني نشوف شو هيدا هو التام يلي كمان رح يكون من الزعتر ولا لا؟ لا بنشوف نشوف شو عم بيحضروا. اذا الزعتر بيغني اكيد بيغني الزعتر بيغني بالمنقوشه. انا وزير الزعتر بفتح الدهن. مظبوط. كلنا كنا نقول لنا هيك قبل الاكزاما كنا ناكل زعتر. بس عندنا زعتر بالبيت يقول لي هيك ولا هو مظبوط؟ لا كلنا هيك نقول لنا كلنا. واكيد كنا في ورش عمل وبتكون موجوده معنا. اكيد اكيد. هذا كمان صار موعد ثابت وموعد ثابت. كل
ورش العمل من ضمن الندويه اللي رح تكون مع لورينزو بروسكي، وورش عمل كثيره انا رح كون نهار الجمعه بميدان سبع الخيل لحتى نحكي وندردش عن نباتاتنا وكل المشاكل اللي ممكن تكون حول النباتات ونجرب نلاقي لها حلول. بدنا نذكر كمان ب هيك كيف واحد لازم ينزل باي استعدادات لازم ينزل على الجاردن شو، اكيد بتياب مريحه، اكيد بيلبس شيء بيريحه وما بيعتل همه باجري لانه جنينه. هلا ممكن يلبس جزمه كمان لانه عم شتت. هلا في سيربريز اذا شتت. اذا شتت نحن دائما بالجاردن شو على موعد صرنا مع الشتت بدل في هيدي بيضرب خير. بفتكر بنصبيها شتوي بتبخبخ نقول انه بتبخبخ. واذا بخبخيت نحن كل زاير بنقدم له بنسميهم بونشو، هدول بيلبسوا بكزروا بيتمشوا بكزر كثير منيح. لا هلا امبارح انتم ما سقيتوا الزريعات لانه نسقوا بعض مثلا. هاي دغكي لازم نفكر بطريقه ايجابيه من مالي المليان. اذا البانشو رح يكون موجود لكل الاشخاص اللي عتلانين هم اذا كان شتت، وان شاء الله بيكون طقس حلو بهاليومين. اكيد بدهم يكونوا جايين بلباس مريح يقدروا يكزدروا وياخذوا وقتهم بالجاردن شو. وبدنا نذكر كمان بانه كل السيدات والصبايا يلي اسمائهم هي اسماء ازهار رح يكون الدخول لهم مجاني مثل كل سنه. كمان في بعد شيء في جناح خاص للاولاد، الواحد بيقدر يترك اولاده، في عندهم نشاطات كثيره منظمين لهم اياها وبيقدروا يتركون يعني ما يعتلوا همهم ويكملوا مشوارهم بالجاردن شو على رواق. الاولاد رح يتعلموا كيف يزرعوا، كيف يحضروا، كيف كل شيء معقوله يتعلموا بيتعلق بالطبيعه. كمان في جناح للاولاد، هيدي شغله مهمه. اكيد نعم. اكيد. بس عم ارجع اذكر بالمواعيد، بكره نهار الاربعاء من 30 ايار لغايه 2 حزيران بميدان سبق الخيل ببيروت من الساعة 4 بعد الظهر ولحديد الساعة 11 المساء. أكيد ناطرينكم تكونوا كتار، وكل المعلومات الإضافية اللي حابين تحصلوا عليها فيكم تشوفوها على موقع الجاردن شو يلي رح يكون موجود بأسفل الشاشة. بدي أتمنى يكون هالجاردن شو السنة فعلا مميز مثل كل سنة، وبدي أقول لكم مرسي كتير ويعطيكم ألف عافية. مرسي كندا. ثانك يو كندا، ثانك يو ميريام وجمانة، يعطيكم الف عافيه. يا شيف يعني مارغريت وياسمين ونرجس وشو كمان وحسين وجوزيف معزومين، لكل اسماء الورود معزومين فور فري فوتوا على قاعدنا شو. كمان كمان ايه اكيد كمان خايف وين ما كان لحقنا لتحت على الجاردن شو طبعا. بس مالله عليك ليك بدك تتعود تغير ثيابك، تصير انت عارف هلا بعد شوي بنتك بس تشرب الحليبات بقولوا بدشوا البيبي هيك على الكتف. بدك تدشيها تحط منشفه هون. بدي منشفه هيك. احنا بلشنا نمرنك من اليوم. ليه غيرت ثيابك؟ هيك احلى. كل شوي بدي غير ثيابي. هيك لوك يعني نيو لوك. لوك جديد. لا لبق لك الازرق كثير شاف. مش احلى من عليك. مش احلى من الرمادي. بلا بلا خي هيك الازرق مضور. نحن وياكم بنروح عند الشيف على المطبخ ورشه ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فكرة حضرنا العسملية مع السمنة أو الزبدة. طبعا خلينا نطلع على العسملية نشوف شو صار فيه بالعسملية. العسملية بالفرن تركينا لحتى تتحمص، بس العسملية في إلها حشوة أمر الدين. حشوة أمر الدين مشاهدينا، خلطنا الأمر الدين، طحنا الأمر الدين مع قليل من المي، حطيناه بطنجرة، حطينا معه من الكريم فريش، حطينا ايضا معهم من السكر وحطينا من النشا. طيب هون انا حطيتهم على النار، خلطتهم مع بعض وتركهم لحتى يتماسكوا. بعد ما يتماسكوا رح ضيف لهم ماء الزهر وماء الورد. لكن برجع بذكر كل المشاهدين طبق حلويات رمضاني بامتياز، وايضا طبق جديد، وصفه جديده وشهيه. هون في عندي سكر، للسكر رح ضيف انا مي، لانه بس شيل دغري بس شيل
عجينة العسملية من الفرن دغري بدي حط لها قطر واتركها لحتى تبرد. بعد ما تبرد رح حط لها الخليط الأمر الدين اللي عم نحضره. لكن مشاهدينا هون حطينا كمية من المي، طبعا منحط معه حامض الليمون أو برش حامض، ومننكها كمان بماء الزهر وماء الورد. في عندي طنجرة على النار، هيدي الطنجرة رح ضيف لها الدجاج المسحب. هون الدجاج بدي اسلقهم. هون نحن مشاهدينا بلشنا بالفتة، طبعا فتة الملوخية، لكن عندي دجاج وايضا في عنا الملوخية. عندي ملوخية يابسة رح احطها انا واغسلها، لكن رح احطها اغسلها واعصرها واجهزها، وباخر فقرة رح نقلي الملوخية انا وياكم، ورح نضيف كمان من البصل، وايضا رح نحط من الثوم والكزبرة اليابسة. بس فتة الملوخية مشاهدينا مقدمة ايضا اليوم كمان مع البرغل بين هلالين، فيكن تقدموها مع الرز المسلوق، ما عنا اي مشكلة، بس انا حبيت دخل البرغل بوصفاتنا ناخد نكهة رائعة. لكن رح حط انا الدجاج للفتة، رح حط ملوخية رح نقليها بعد شوي باخر فقرة انا وياكم. عنا البرغل عم نسلق البرغل، واللبن جاهز لحتى نحضر. لكن مشاهدينا هالوصفه بضل في عنا وصفتين رح نحضرهم انا وياكم باخر فقرتين من فقرات رشه ملح. اما هلا بالعوده لك جوزيف. شو بك؟ شو في عندك مشكله؟ هات لشوف. بريك. بريك. مؤسسة بالفعل تنوضع على الراس هي وكل الأشخاص يلي عم بيشتغلوا بقدموا خدمات بداخلها. هالمؤسسة العريقة العالمية والمؤسسة العريقة اللبنانية كمان بامتياز، يلي ما في بيت إلا ما مدت له يد العون. إن شاء الله يمكن ما بتحتاجوا هالمساعدة، ولكن الواحد مثل ما بيقول ما بيستغني عن الموضوع. مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني كلنا منقدم لها كل الإجلال وكل الفخر، وطبعا نحن بنفتخر بهالشباب اللبناني يلي عم بقدم الخدمات وعم بيكونوا ايد وحده. غير انه الواحد كمان بس يفوت على المؤسسه نفسيته بتتغير، بيرتاح اكثر، بصير يحب اكثر الحياه وبيحب اكثر غيره كمان. اليوم رح نحكي نحن وياكم عن الحمله السنويه للصليب الاحمر اللبناني، وبتمنى كل حدا منا صغير وكبير يشارك بهالحمله، وخاصه نعود اولادنا لانه يشاركوا مع حملة الصليب الأحمر اللبناني، وحتى إذا عندهم وقت يتطوعوا لهالمؤسسة بالمراكز المطلوبة مع كل الدورات اللي بتخصصون إياها. ضيفي باستوديو مثل دايما أليكسي نعمي. أليكسي نائب مدير فرع الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعطيك ألف عافية. شكرا. ويعطي العافية لكل الشبيبة باللبنان. أنتوا كم شخص بلبنان بتشتغلوا فيه؟ عدد معين؟ أكيد نحن جمعية وطنية من 190 جمعية بالعالم. نعم. بتضم بلبنان 8000 متطوع، الأغلبية هن 3000 وحوالي 500 متطوع هن من قسم الإسعاف والطوارئ، وبقية الأقسام اللي هن أقسام ميدانية أكتر شيء بتشتغل على الأرض، منهم قسم الخدمات الاجتماعية، وحدة الكوارث، بنوك الدم، والقسمين الأكتر عملا على الأرض هن قسم الإسعاف والطوارئ وقسم الناشئين والشباب. نعم. طيب اللطافة اللي بتوصل مع الشباب، نعم، وهل هالتعامل السليم والتواصل السليم، هل هي تدريب ولا حضرتكم بتنقوا اشخاص عندهم هالميزات؟ اكيد نحن بنشتغل على التنقيه، يعني خلال المقابلات الفرديه اللي بنعملها مع كل مواطن بحب يتطوع بالصليب الاحمر بيقطع بحده مراحل. نعم. بنشتغل نعمل فلتراج على كل الاشخاص تنقدر ناخذ ليس كميه انما نوعيه. نعم. نوعيه بالعطاء، نوعيه بالاندفاع، بالروحيه، وكمان اهم شغله هي انه يقدر يلتزم بعملنا كجمعيه وطنيه. قديش في يعني مخاطر لحياه المتطوعين بتلبيه الخدمات وبالسرعه يلي لازم يلبوا فيها؟ صح. يعني قد هن بيتعرضوا للخطر كمان؟ مثل ما سبق وقلت لحضرتك في عنا اقسام ميدانيه. نعم. من ابرز الاقسام اللي هو اكثر شيء بيتعاطى مع الخطر اللي هو قسم الاسعاف والطوارئ. اكيد نحن بنطلع بنشتغل بظروف كثير بشعه، من اطلاق نار، من مشاكل، من حروب الى اخره. اكيد 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 حمايه شبابنا هي اهم شيء
قبل ما نوصل للإصابة، لأنه إذا ما أمنا الحماية لحالنا ما فينا نوصل للإصابة، وهذا الشيء بدل إنه هالكم القليل وللأسف من شهداء اللي سقطوا لنا. يعني نحن بنحاول قد ما فينا ما نكون عندنا لا جريح ولا شهيد، نعم. الا اذا لا سمح الله خارج التدابير، نعم. اللي حنكون اخذينها. هل في عقاب للتعرض للصليب الاحمر بساحه المعركه؟ في عقاب يوقع على المعتدي؟ هلا في تنسيق نحن وكل الاجهزه الامنيه، نعم. وفي، نعم. تنسيق نحن وكل الاطراف الموجوده على الارض، نعم. ما منفوت على معركة أو ما منفوت على حدث أمني إذا ما في هدنة، وإذا ما في تنسيق مسبق نحن والطرفين، نعم. إذا ما في تنسيق مسبق نحن ما منفوت نعرض شبابنا للخطر، وبالتالي ما بيكون فينا عم نأدي واجبنا بطريقة صحيحة. يعني طبعا نحن بنعرف أهمية كل فرد فيكم، أهمية كل مركز للصليب الأحمر اللبناني. إن شاء الله دايما بالتوفيق. نحن رح نرجع نحكي عن الحملة هلأ، بس خلينا نفوت نشوف أنا وياك تي في سي عن حملة السنة. ما بعرف وين داير بالطرقات، يعني فيك تقول ما بشوفه. بيجي بالليل بفل بالليل، بتجي بالنهار بفل بالنهار، ما بنعرف. دق له ما بيرد، ما بلاقيه الا فتح الباب ويلا. يمكن بخاطرك ما بيقول لي اوقات. واحد عنده بنت ما بيعرف وينها، ما بيعرف مع مين. مشغول بالي عليها. كثير مشتاقت له. اول ما بتجيب سيرتهم بتلاقيهم وصلوا. طبعا نحن دائما بنطلب وبندعي الى دعم هالمؤسسه وكل المراكز بكل المناطق اللبنانيه. أليكسي، شهر ايار دائما مخصص للصليب الاحمر، صح. اللبناني، مع انه يمكن بيستحق يكون مخصص له 12 شهر، لانه نحن بنحتاجكم 12 شهر مش شهر واحد، صح. يعني انا بطلب هذا الشيء من المعنيين انه مش غلط نضلنا نشوف صناديق للصليب الاحمر اللبناني، ضروري دعمهم، ضروري الاستمراريه. ليش تم اختيار شهر ايار بالتحديد؟ شهر ايار لانه هو ذكرى هنري دونان مؤسس الصليب الاحمر بالعالم، نعم. نعمل هذا الشهر، هو شهر رمزي، رمزيته يعني التقديمات اللي بتصير بهالشهر منا الا شويه مصاريف، لانه الصليب الاحمر عنده مصاريف كثير كبيره، صحيح. نحن لحديت هلا صرنا عاملين 950 الف خدمه كصليب احمر لبناني بكل اقسامه، نعم. ابرز الاقسام اكيد مثل ما سبق وقلت لحضرتك، 950 الف خدمه. هاي 950 الف خدمه هودي ما بيطلعوا، الخدمات اللي بنقدمها ما بتطلع كثير، المبالغ اللي عم تتقدم لنا هي كثير قليله مقارنه للخدمه اللي نحن بنقوم فيها. وبالتالي نحن بخدمة كل مواطن 365 يوم بالسنة نتمنى عليه بهالشهر الوحيد يتحملنا شوي على الطرقات بالوقت اللي نحن ولا مرة أثرنا على زحمة سير. يعني نحن منتواجد على الحواجز، على المفارق، على الإشارات، المحل ما بيكون أصلا في زحمة سير، كمان مش معرض شبابنا للخطر، خطر الحملة المالية. وشعارنا هالسنة مثل السنة الماضية هو دعمك بيرجع لك، ما هو إلا بس عبارة أنه كل قرش المواطن بيقدمه نحن عم نقدم له خدمة لإله ولجيرانه ولبيته ولعائلته ولمحيطين فيه. يعني هيدي حكما دعمك بيرجع لك، يعني هيدي من دون ما الواحد يحكي إلا ما يوم من الأيام الواحد إن شاء الله لظروف تكون سليمة طبعا، صح. بده يحتاج الصليب الأحمر، وحضرتكم بتلبوا بأي ظروف، يعني اسم الله عليكم، السرعة الموجودة عندكم، اللطافة، بيضلوا مع الشخص على التليفون لكن الواحد لإنعاش الحالة إذا كان في حالة خطرة أو حالة عم يصير معها أي شيء بالبيت. يعني في تعاطي سليم وتعاطي حضاري كتير كويس بمراكز الصليب الأحمر، وبرافو، منشد إيدنا على إيدكم. طيب هلأ تزامنا مع شهر رمضان، مش يمكن الحملة رح بتكون ضعيفة شوي لأنه بيروح يمكن شوي الزكاة وبيروح التبرعات لجمعيات أخرى لمساعدات أخرى، يمكن ما رح تلبيكم مثل كل سنة؟ صحيح، في عنا المناطق المعنية بشهر رمضان بتاخد إذن مسبق من رئاسة الصليب الأحمر، وبتنقل الشهر هيدا شهر أيار بتنقله لحزيران، نعم. بمناطق محددة، وبالتالي كمان عنا المناطق اللي عندها اصطياف بتطلب إذن تتنقل شهر أيار لشهر آب أو شهر تموز كرمال تجري الحملة المالية. طبعا في قانون بيقول انه لازم شهر واحد خلال السنة، صحيح. تم طلب انه يتمدد هالشهر لانه انتم بحاجة للمساعدات، بحاجة، لانه بعرف في بعض المشاكل
المالية اللي عم يتعرضوا للمراكز. صحيح، سبق وقلت لحضرتك أستاذ أنه نحن بالنسبة لنا هو شهر رمزي، ما بيهمنا نلم كل السنة ونعرقل مسيرة المواطنين ونأثر عليهم سلبا، نحن هي رمزية نتشارك نحن والمواطنين فيها، يعني هو بيقدم قرش معين ونحن بنقدم له مساعدات. هالمؤسسة منين بتجي يعني بالإجمال أو أساسا؟ نعم، في عنا اتفاقية مع وزارة الصحة، هي اتفاقية سنوية من خلالها بنقدم عمل طوارئ نهاري. نحن بلشنا ب 12 فريق، هلا نحن عنا تقريبا 74 فريق نهاري عم نقدم خدمة على كل الأراضي اللبنانية، وبالإضافة لجمعيات أجنبية كمان، هي الصليب الأحمر بتدعم مراكزكم بعدها بتستقبل كمان المتبرعين بالدم، يعني اللي بده يتبرع بالدم أكيد أكيد. طبعا مراكز، كل المراكز في عنا من الجنوب للشمال، في عنا كل مراكزنا، في عنا بس مركزين بيفتحوا 24 على 24، هني مركز طرابلس ومركز سبيرز، وبقية المراكز هني على الدوام. من 8 أو من 9 للساعة 3، وبعد الظهر في عنا دوام تاني للساعة 7 عشية. وهيدا معمم على كل المواطنين، مين بحب يتبرع بالدم نحن بنتمنى، لأنه الدم هي حاجة لكل مريض، يعني كل إنسان بحاجة لدم، كل مريض بحاجة لدم، بيجي زوي المريض بيتبرعوا بوحدة الدم ونحن نعطيهم بالمقابل دم من عنا مجانا، كل الفحوصات بتكون مجانية بالنسبة لنا. طيب أليكسي، اللي عم تعطوا كمان اللي بده الدم، يعني هل فيهم يتوجهوا على المراكز مباشرة ولا بده يكون الطلب من المستشفى؟ لا لا لا، أكيد هو الشخص اللي بحاجة لدم بياخد ورقة من المستشفى وبينزل فيها على أقرب مركز للدم. وبيتأمن له، إذا ما تأمن بنفس المركز بيدلوه على أي مركز تاني بيطلع وبيأمنوا له وحدة الدم، بيعطي بالمقابل وحده منه، يعني اذا مثلا بحاجه لا بوزيتيف وهو الشخص اللي نازل هو او، بناخذ او بنعطيه ا، وهيك بتصير القصه تكون عم نامن استمراريه للدم عندنا بكل. طيب هلا بكل الاراضي اللبنانيه موجودين الشبيبه للتبرع خلال حملتكم، دعمكم بيرجع لكم صح للسنه، موجودين بكل الاراضي اللبنانيه، على كل الاراضي اللبنانيه يعني. بالاضافه ل حساب إذا حدا بيحب يتبرع عبر الإلكترونيا عبر المصارف، وخط الطوارئ المجاني 140 إذا حدا بيحب يستفسر عن أي شغلة كمان نحن حاضرين. أليكسي، يعني من دون ما واحد يحكي عنكم معروفين، يعني هاللون اللي بتلبسوه، هالبدلة اللي بتلبسوه، والابتسامة اللي عوشكم خلص بتدل عليكم. شكرا لكم، دايما احنا ناطرين أي شيء جديد طبعا لكل نشاطاتكم، وأي شيء فينا ندعم الصليب الأحمر اللبناني بعلم صباح نحن مستعدين. نحن وياكم مكملين عالم صباح، بريك وبنرجع للمتابعة. عودي معكم لمتابعة عالم الصباح، مستمرين الوحدة بتوقيت بيروت. ضيوفي بالستوديو طبعا الأب بروفيسور جورج حباية، أهلا وسهلا فيك رئيس جامعة روح القدس الكاثوليك، الجامعة العريقة يلي طبعا كلنا بنقدرها وبنقدر كمية الشبيبة الطيبة والكواليتي يلي عم تطلع من هذا هدفنا الأساسي. طبعا هدفنا الأساسي. كمان أستاذ محاضر جامعة روح القدس الكاثوليك أستاذ فادي أمير، أهلا وسهلا فيك. حديثنا اليوم رح يكون عن جائزة العالمية غايا. غايا يلي هي نشرحها شوي، برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد فخامة العماد ميشيل عون، بإطار مبادرة مؤسسة بيدروفيتش نيغوش مزبوط، برنامج ماد 21. بتتشرف جامعة روح القدس الكاثوليك دعوتكم لحضور حفل توزيع الجائزة العالمية غايا للعام 2018 لحماية وأمن البيئة بالمتوسط، بتبعوا مؤتمر حول التنمية المستدامة 3/5 حزيران 2018 الساعة 10 صباحا بقاعة البابا يوحنا بولس الثاني. أول شيء أبونا خبرنا شوي شو هي جائزة غايا. أهلا، متشكرين هالدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا أكون مع سعادة المدير العام الدكتور فادي أمير. بري غايا أكيد رح يحكي عنها الدكتور فادي، بري غايا من هي جائزة عالمية مهمة جدا يعني كل شيء اسمه مستدام، يعني التنمية المستدامة. نعم، التنمية المستدامة هي لفظ على السستينبل ديفلوبمنت وديفلوبمون ديورابل باللغة الفرنسية، أول مرة استعملت 1987 بتقرير مشهور جدا، التقرير تبع برونتلاند رئيسة الوزراء النرويجية السالفة، كانت هي رئيسة اللجنة الدولية للحفاظ على البيئة بالعالم، واستعملوا هاللفظ بالتقرير، هو our common future، notre future commun،
يعني مستقبلنا الواحد للبشرية ككل. نعم. وبقولوا بهالتقرير الشهير تبع برونتلاند 1987 انه اكيد الانسان بحاجة لمنتجات الارض وكل خيرات الارض. صح. من الغذاء وكذا وكل حاجة الارض. وهذا شيء طبيعي. ولكن المهم انه نحن لما بنكون عم نسعى الى اشباع حاجاتنا الطبيعية نفكر بالاجيال اللي بتيجي بعدنا. يعني ما يكون عندنا النوع من الأنانية القاتلة انه نستنفد كل موارد الطبيعة الموجودين فيها نستوردها يعني نستنفدها بشكل كامل لاجل اشباع حاجتنا نحن بدون ما نفكر بالإنسانية اللي بدها تتابع المسيرة. يعني هذا التعبير جيد جدا. ورجع قداسة البابا اكيد ب 24 ايار 2015 رسالته الشهيرة حول البيئة يلي هي لوداتو سي ليكن متمجدا اسم الرب، كيف بتوجه الى الارض، يعني كيف ما نحافظ على الارض يلي هي منزلنا، هي 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 اختنا، هي هي امنا يلي عم تحضننا، كيف ما نحافظ عليها؟ لانه بالواقع البابا بشكل جميل جدا بيوضع الكره الارضيه حاليا وعالمنا الحالي يلي هو بائس بيوضعه بين المشردين والفقراء في العالم. نعم. يلي ما حدا عم يهتم فيهم. يعني شوف معنا مشكله مثلا النفايات شام كارثه، كيف حولنا لبنان اللي هو 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 فعلا يعني فردوس، هو فردوس حولناه الى مزبله. شوف قديش نحن هالانسان شو قاتل ومجرم تجاه الطبيعه اللي هي المشكله لما تكبر ان شاء الله. انه نحن جاي مع نروح كروز كاستيك يعني نحن امنا بمخطط كثير. نعم. مهم على اول شيء الويست سورتينج، كيف عم نعمل فرز للنفايات ونعلم. نعم. الطلاب كيف يفرزوا النفايات. اول شيء استعمال الطاقه النظيفه بلش كل سطوح جامعه اروح اقول الكلاسيك اللي سولار بانلز يلي هي مسطحات للطاقه الشمسيه، ما عم نخلي اي شيء يختص بالبيئه الا ما مدرب طلابنا عليه. حسابك اخذنا دائما بتواصل معكم ببرنامجنا يعني عم تكونوا موجودين معنا وعم نعرف كل نشاطاتكم. صحيح. دكتور فادي، مين المشارك بهيدي الجائزه ولمين تعطى هالجائزه؟ يعني عاده مين بيختار الاشخاص اللي رح تعطاهم جهاز جايا؟ بداية هذا صباح مبارك انه نكون مع حضرة الاب الرئيس بروفيسور جورج حبيق معكم بالفيوتشر. وانا اول مقابلة عملتها بلبنان سنة 93 كنت جاي جديد من فرنسا. نعم. 93 اول مقابلة عملتها بالفيوتشر عن موضوع المي والتنمية المستدامة. صحيح. تفضل اللي قاله الاب جورج وضع الاطار العام عن مشكلة التنمية المستدامة في العالم، وبحب أنا أركز أكثر على موضوع البحر الأبيض المتوسط. نعم. المنطقة التي ستتأثر أولا بالاحتباس الحراري. نعم. وكل ما بيجي من وراء الاحتباس الحراري هو منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة المنطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، يعني بلادنا كلها. نعم. بالنسبة لموضوع البريغايا بحب أقول أنا بكل صراحة انه الاب الرئيس هو رح يحصل على البريغايا. نعم. مشان عام 2018، لان كل سنة مؤسسي البريغايا اللي هو الامير نيكولا دو بالمونتينيغرو بعد ما استقلت دولة المونتينيغرو ورجعت من هالمرحلة الصعبة اللي مرقت فيها من سنة 1917 بس اجت الشيوعية واستقلت بال 2006. نعم. البرنس اللي هو ملك أصباح عاش بفرنسا بهالفترة هو وأهله، استدعوا قالوا له تفضل كرجل دولة لا تتعاطى السياسة إنما تتعاطى التنمية المستدامة، وأطلق سنة 2013 من خلال المؤسسة تبعه بالمونتينيغرو ومن خلال مدينة نيم وعمدة مدينة نيم في باريس ومن خلال برنامج الميد 21 والميديورابل اطلقوا هالبري هيدا اللي هو بريغايا يعطى لثلاث شخصيات عالمية. الشخصيات العالمية اللي اشتغلت لانماء التنمية المستدامة ودعمها على الواجهة الغربية من البحر الابيض المتوسط وعلى الواجهة الجنوبية والبلد الذي يستضيف البريغايا. نعم. السنة حضرة الأب الرئيس هو مستضيفنا بجامعة الكاسليك. ليش جامعة الكاسليك إذا بيسمح لي أرجوك الرئيس؟ أرجوك. لأن جامعة الكاسليك هي الجامعة. نعم. الأولى. نعم. في منطقة الشرق الأوسط اللي حطت خطة وهدف من أيام 2010، وهالخطة والهدف هيدي تجسدت بحضور ووجود حضرة الأب الرئيس ليصير الكامبوس هو كامبوس أخضر. نعم. ونحن بس نروح على جامعة الكاسليك منكود أكيد موجودين ببقعة
كلها من البيتون بنفوت على الجامعة بنحس انه الشيء تغير. وفعلا بالتصنيف 2017 للجامعات بالشرق الاوسط نحن طلعنا الاوائل بلبنان، اول جامعة خضراء في لبنان وبين العشرة الاول في كل جامعات البحر المتوسط. وهلا عندنا مشروع جديد مع حضرة الاب الرئيس انه نشتغل على شيء اسمه المياه الرمادية الجراي ووتر، يعني هالمي اللي بتظهر من الجامعة من غسيل اليدين الأيدي وإلى آخره رح نعملها ريسيكلاج ونرجع نستعملها مشان ونرجعها بيضة لحتى نلمي هالمزروعات الموجودة بالكومبوس تبع الكاستيك. هلا بالنسبة للسنة أنا بدي بعد 3 دقايق بدنا نحكيهم على السريع تماما. بالنسبة للسنة الواجهة الشرقية الغربية رح وزيرة البيئة الفرنسية السابقة كورين لوباج هي رح تحصل على البري غايا. الواجهة الجنوبية وزير المصري للموارد المائية هو البروفيسور محمد عبد العطي رح يحصل على البري غايا. الناسيونال هو حضرة الأب الرئيس ورح يكون معنا كمان فونداسيون ألبردو دو موناكو مدير الفونداسيون رح يحصل على البري غايا كفونداسيون. هلا في 2 فونداسيون بالبحر الأبيض المتوسط، في الفونداسيون بيتروفيتش نيغوش تبع أمير المونتينيغرو، في الفونداسيون تبع ألبردو أمير موناكو، هن اللي عم يشتغلوا أكتر شيء لحتى ينموا ثقافة التنمية المستدامة، ثقافة المياه، ثقافة الطاقة المستدامة وحد التلوث وإيقاف التلوث مثل ما شار له العبر. الحفل رح بصير بخمسة حزيران بجامعة أروح كروس كاسليك، بجامعة أروح كروس كاسليك اللي هو رح تتم توزيع جوائز للجميع للكل. حفل دولي عالمي كوكبي من الشخصيات يعني ساعدته يعني بس قدرت حملك مسؤولية هالجائزة لبعدين. بدك الحقيقة هذا شيء محفز لإلنا. بتعرف الجائزة هي مش معناتها أنه انتهى المشوار، هي تتويج لمرحلة وانطلاقة لمرحلة جديدة. نحن هذا البرنامج بالنسبة لنا هو خشبة خلاص من بعد فشل الدولة اللبنانية بالحفاظ على البيئة، واللي مش مؤسف. أنا مثلا كرئيس جامعة أروح كاسليك عم بروح إلى منتديات عالمية عم بشرك بالعالم ككل، عم شوف طاقات لبنانية عم بيدوروا العالم بعقلهم بإبداعهم بتألقهم. طيب ليه نحن بلبنان عندنا سياسة الفشل؟ ليش مدمنين على سياسة الفشل؟ مين بيتحملها هيدي؟ يعني في ناس كتير مهمين بالعالم عم بيقولوا احنا جينا على لبنان تنعمل مشروع انقاذي، يعني الابتزاز المالي اللي بيفرضوه عليهم شيء مخيف. حضرتك يعني هل يعني عندك قبول لكل الاقتراحات بالنسبه للبيئه؟ بالنسبه هلا عم بيحكي في اقتراحات علميه معروفه بالعالم عم تتنفذ بالعالم ككل. مش مطلوب منا بلبنان نكون مستنبطين لاساليب جديده، بس المهم نبلش ننفذ. صحيح اكيد ونربي العالم. نحن على مستوانا جامعه الاوركستي كمسيحه لنا عم ننفذ بشكل رائع مع طلابنا يلي 7500 طالب 8000 طالب ثقافي، يعني نحن عم ننمي فيهم ثقافة الفرز والحفاظ على البيئة. هلا حتى نحن داخل حرم الجامعة يلي هو من اجمل يعني اجمل حرم للجامعات في لبنان كلهم بشهادة الجميع، ممنوع سيارة هونيك، كلها سيارة كهربائية، 8 سيارة كهربائية بتنقل الناس بتوزعهم داخل الحرم، ممنوع انه يكون في الكربون. يعني برافو، يعني ما عم نخلي وسيله الا ما عم ننفذ. خلص وقتنا بس على السريع هيك بدي جواب سريع دكتور، هل بتتعرفوا على المشاريع اللي عم بتصير مؤخرا صارت بعد الحدث الكبير اللي صار بزباله لبنان؟ الحقيقه انا ساهمت من حوالي 20 سنه بهالمشاريع كلها العالميه عم يحكي عنها بيرجوج والبري غايا لل 2017. انا حصلت عليه من قبل الامير مونتينيغرو بالمونتينيغرو بال 2017، لان كان لي الاثر الكبير انه شاركت بالاطلس تبع التنميه المستدامه تبع الدوله الفرنسيه سنه 2011، شاركت كمان بخطه التنميه المستدامه تبع الاتحاد من اجل المتوسط. مثل ما تفضل الاب جورج وقال في ناس لبنانيين عم يشتغلوا لبرا بالداخل ما عم يسمعوا منهم، ما عم بيشاركوهم. قوات بالعالم هيدي، قوات بالعالم. قوات بالعالم. انا بدي اتشكركم شكرا لك انا جوزيف، مبروك، شكرا للفيوتشر على الاستضافه كمان. الله يطول بعمرك رئيس جامعه الروس كاسليك مشتهر بالجامعه كمان دكتور. اهلا وسهلا فيك. شكرا بكشكلكم جميعا. بريك ونرجع خليكم معنا. عودي معكم للمتابعة. طبعا أحب معا برغوث أحياء 3 أغاني رمضانية من أرشيف جمعية هدير، تم التعاون مع موقع فانوسي والنتيجة كانت هالعمل الجميل بمعانيه وبدعوته لفهم معاني الشهر الفضيل. موقع إلكتروني رمضاني للناشئة بيقدم التثقيف والترفيه
فانوسي هو www.fanusi.com من أجل تعريف الأطفال بالأخلاق الحميدة وبتقوية الشخصية من خلال الأغاني المصورة والأنشطة الثقافية والمهرجانات الهدفة. فقراته بتتنوع بين تعلم الصلاة، الصيام، المطبخ، غيره وغيره، طبعا الأشغال اليدوية، الأغاني المصورة والمسابقات. رح نحكي أكثر مع ضيوفنا ويخبرونا عن نشاطات فانوسي وعن الأغاني الجديدة يلي تم تجديدها. أهلا وسهلا بمحمد عطار مدير إنتاج جمعية فانوسي، ومحمد شهاب مخرج بفانوسي. أول شيء خلينا هيك أنا عرفت بشكل سريع، خلينا نبلش معك عطار، شو هو فانوسي؟ كيف بلش وأيمتى؟ قد عمره يعني صار هالويب سايت؟ فانوسي وبلش كويب سايت بعام 2012، الهدف منه كما قلت ترفيه الهدف. الانترنت محل كتير كبير، الولد لما يفوت معقول يضغط حاله على حاله يلا لينك وما يستوعب اللي عم بيشوفه. نعمل فانوسي كمان نحمي الولد من الاشياء الغلط الموجوده على الانترنت، وحتى الاهل يكونوا مرتاحين انه ابنه فاتح ويب سايت بيقدر يتعلم منه وبيقدم له العديد من النصائح وعديد من يعني التعليم الاشياء اللي معقول تفيده بحياته. وعلى كذا فترة طورنا، صرنا نعمل مثلا سبانة رمضان، وأكيد في البرايد اللي قبله، ونعمل إيفانت على مولد الرسول. نعم. طب كيف بتشدوا شاب، كيف بتشدوا الطفل اللي عندكم على فانوسي؟ يعني هل في موجود شيء بداخله أنا في يفتح غير فانوسي مثلا، ولا عندك فانوسي عنده خلي أوكي. في الموقع منعمل بطريقة كتير حلوة وعصرة، هدفنا انه نكون دائما مواكبين للاشياء الجديده. الويب سايت دائما ابديتد، دائما بقلبه اشياء جديده، وكل ما نعمل اي عمل او اي شيء بنعلن عنه على صفحتنا على الفيسبوك، سو بيقدر يفتحوا يا فيسبوك يا انستغرام يا الويب سايت، بس تقتصر الشغل على الويب سايت. اوكي. في من خلاله بيفوتوا، بس في يعني اوكي بيفوتوا، بس انه في رقابه، في النوعيه عم تتقدم تختلف عن النوعيه اللي بيشوفوها بغير مطارح. يعني هون عم تقول انه حتى ما يفوتوا لتحمون من المخاطر اللي عم بيتعرضوا لها بالانترنت. نعم. هو بنقدم اشياء اكيد يعني مناسبه لعمر الطفل، ملائمه لعمره، وبطريقه بنقدر نشده فيها من خلال الاغاني. مثلا بفوت بيسمع غنيه، مش انه مثلا بتخلص، لا، في عديد من الاشياء الثانيه بيقدموا له اياها. نعم. طب فانوسي هي من عمر لعمر قد ايه يعني الاكثر شيء بيفتحوا فانوسي او بيتعاملوا مع الويب سايت؟ هن نحن عمرنا من 6 ل 12 سنة، هو اللي بيكون العمر اللي بعده عم بيكبر واللي بعده عم بيتعلم. نعم. وعنده حب الاكتشاف، فنحن مقدمين له شيء يقدر يستعمله. نعم. ويقدر يتعلم. نعم. حضرتك اشتغلت على اخراج الاغاني الجديده، الاغاني القديمه اللي جددتها. صحيح. كيف تم الشغل والتعاون معك؟ نحن هاي السنه بفانوسي بالكليبات عملنا مدلي عدد 2. هول المدليات اللي صارت انه كل يعني احنا بعمرنا ما كنا صغار، كنا نحضر على الفيوتشر من زمان، من 15 سنه عم بحكيك. اغاني كانت تطلع قبل الافطار وبعد الافطار، معروفه كثير، مثل توتي توتي، رمضان السنه دي، وغيرهم كثير. صحيح. فنحن ربينا عليهم هول الاغاني، فهلا وحتى كمان مع الشاب يلي غنى المدلي الجديده، مع اكيد كل اللي بيعرفوا اللي عمل اغنيه هلا بالخميس. فكمان هو لما انعرضت عليه الفكره كان هو اوريدي هو الاغاني كان يغنيون هو صغير وحافظهم وهيك. فاللي صار نحن جينا جددنا التوزيع هول الاغاني، وعملنا 2 مدلي، واحده من 3 اغاني وواحده من 4 اغاني. هول اللي صورناهم مع معهم 3 اغاني اللي هن رمضان السنه دي ورمضان اهو وتوتي توتي. الحلو بهالاشياء انه نحن اللي حيحضر هالكليبات حيشوف انه كل شيء مستخدم بقلب هالكليب هو يعني كان موجود من قبل، يعني مش طالع او من زمان. يعني حتى الطرابيش او حتى الثياب اللي كانت موجوده، الاكسسوارات كلها اللي استخدمت بالديكور هي كلها اشياء كانت تطلع بالكليبات من قبل. فنحن عملنا لينك بين قبل وبين هلا، بالاضافه انه جددنا قلت لك التوزيع وهيك عدلنا شوي على اللحن لحتى يتناسب انه مع السن اللي احنا فيها يعني هلا. ورحنا على صوت شاب يعني كمان لحتى كمان يعني العمر انه كمان الناس اللي كانت قبل اللي كانت تسمعهم هي صغيره هلا كبرت، فحبينا انه كمان يسمعوهم بصوت شاب بهالوقت. شو اللي تجدد فيها؟
كل شيء تجدد، قلت لك اللحن تجدد، نعم. شو اسمه التوزيع تجدد لحتى يناسب هالعصر نحن فيه هلا، صار اكثر انه شباب لكن ما بقوله، نعم. صوت الفنان من صوت طفل اطفال كانوا يغنوا، نعم. لصوت الفنان معن برغوت، اضافه للكليب كيف طورنا الكليب والتصوير يعني بتعرف بين قبل وبين هلا، بس مثل ما قلت لك يعني خلينا الروح القديمة موجودة من، نعم. خلال الاكسسوارات اللي استخدمناها كلياتها ضمن هالكليب. الفيجوالز اللي بنشوفهم كمان اكيد طبعا تصوروا جديد، صحيح 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 صحيح، نعم. والفنان بيظهر بالكليب كمان، بيظهر بالكليب صحيح، نعم. بس نحن عملنا هون رابط، رحنا على موضوع الريل وكاميرات السينما القديمة اللي هو مثلا بيكون عم بيشوف افلام الريل، نعم. وبيرجع فيها بالارشيف لورا، بيفتح قدامه ستار قدام السينما يعني بالسينما ليشوف شوية اغاني قديمة من هاي اللي كان يشوفها، وربطنا وعملنا لينك بين حتى بالليبسينج وحتى من قلت لك اكسسوارات، يعني بشكل عام هيك كانت. نحن رح نرجع لحديثنا بس خلينا نشوف الكليب سوا. يلا جاني يسألني ويقول لي فهمني، لو حد فيكو يكلمني عن الشهر ياهو، قلت له استنى اتخيل الجنة، احنا ما صدقنا جالنا رمضان اهو، احلى هدية رمضان اهو للعالم وليا رمضان اهو. رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي، رمضان 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 السنة دي، فرض فيه الصيام أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان يحصل الغفران، فرض فيه الصيام أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان يحصل الغفران، رمضان 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 السنة دي، مرة كل سنة بيطل عالدنيا رمضان بهل، مرة كل سنة بيطل عالدنيا رمضان بهل، يا ناس لا تنسوا الناس ما الرحمة هي الأساس، يا ناس لا تنسوا الناس ما الرحمة هي الأساس، يا رب تخلي آياتك بالقلب منحوتي توتي توتي. هذا فازا هاي الأغنية وفي مدري كمان كنت عم بتقول، صحيح. نحن هولي هن سبع أغاني هن، نعم. تقسموا لثلاث أغاني اللي شفناهم مع عم برغوت، نعم. وفي أربع أغاني كمان عملوا مدلي تصوروا مع الفنان أحمد المغيني بمصر، هذا الكليب بتصور بمصر من قبل رمضان بأسبوع، نعم. وهلأ حينزل اليوم مبدئيا إن شاء الله بعد الإفطار، يعني حينزل الكليب هذا الجديد الأربعة تصور بمصر، نعم. مع فرقة التنوع. بنشوفه نحن إكسكلوزيف بس على فانوس صحيح صحيح، ما بنشوفه ولا على محطة تانية ولا نعطوه للإذاعة، صحيح. بس نعطى للفيوتشر هذا الكليب، هذا الكليب نعطى للفيوتشر عم نشوفه. إذا ما نحكي معك عطار عن شو يعني شو نشاطات شهر رمضان لفانوسي ووين وأي متى؟ نحن هالسنة كان عنا كذا شغلة على إنه بالنا، عملنا ثلاث أغاني منهم الغنيتين اللي قالك عنهم أستاذ محمد، وإنه غنية بعد نزلناها من شي ثلاث أيام أربعة أيام على فيسبوك، نعم. من يومين سوينا افطار بالبقاع بمخيم الرحمن للاجئين السوريين، طعمنا افطرنا ويقار 135 عائله، ولعبنا ووزعنا حلو على تقريبا 300 طفل مع هدايا، نعم. في عنا ب 9 و10 الشهر مثل هيك سمول ايفنت بابي سيفردا، نعم. فيها كرافتس بيقدر الولد يجي يتسلى وما له هناك. طيب هو تمويلكم بصير من خلال نشاطاتكم اللي بتعملوها ولا كيف؟ التمويل من خلال نشاطات أمرار وكذا فعل خير، كذا كذا فعل خير، هذا بدنا نوصله. بتشتغلوا على مدار السنة ولا بس خلال الشهر؟ نحن عادة كنا نعمل بس فقط مثلا سبانة رمضان بريد المولد، نعم. هالسنة زدنا غيرنا هالشي وعملنا يوم اللغة العربية بيجي ب 18 كانون الأول، عملنا إيفنت، نعم. نعم. وبلس فوق كل هيدا عنا عدة مسابقات، في مسابقة فانوسي، مسابقة رمضان على موقع فانوسي،
تقريبا 30 سؤال ديني، اكيد الجائزة الاولى ب 300 دولار، جائزة 150 دولار، وفي 20 جائزة طردي 100 دولار و50 دولار. نعم. وفي بعد مسابقة بدنا نطلقها تصوير حد فانوس رمضان اللي موجود بأبي سيفردا. نعم، هو طبعا هذا كله تحفيز وتشجيع للأطفال لأنه يشاركوا بهيك مسابقات ويقربوا أكثر من القرآن الكريم. أنا بس تعقيبا على قصة اللي سألت عن موضوع التمويل وكذا، بدي أقول لك شغلي أنه نحن الكليب اللي تصور هون هيدا 70% منه هو متطوعين. نعم. فهذا الشيء الحلو أنه في ناس عندها انتماء لفانوسي او منهم انا كمان كنت متطوع بهالكليب، فهذا الشيء الحلو. فانا عشان هيك بدي اوجه لهم تحيه كثير، انه عن جد تعبوا كثير من الساعه 2 الظهر اول يوم رمضان تصور هالكليب. فالكل ترك عائلته وترك بيته باول يوم رمضان، ومن الساعه 2 الظهر لمشينا لوصلنا للساعه 2 بالليل خلصنا اول هيدا. برافو. فشكرا كثير لهم المتطوعين. اكيد حتى عم بتقول في شيء تصور بمصر يعني كمان، في كمان قبل اسبوعين صور كليب بمصر اللي حينزل اليوم. اكيد كنت سافرت على مصر وصورناه هنيك واليوم حينزل هيدا. واكيد ما بدي انسى وجه تحيه للاستاذ مروان فرعوني اللي هو المسؤول عن فانوسي، يعني هو كتاب كمان كتير يعني كل سنة الله يعطيه العافية. ما عم بقصر. انت محمد شو بتشتغل شي برات فانوسي؟ يعني صحيح انا مخرج يعني بشركة انتاج لكذا تشانل ولكذا بروجرام. ومنهم فانوسي. برافو يعني هيدا كمان عم تقول يعني تطوعت لعملت هذا العمل. نحن مشكور لانك عم تساهم مع الاطفال انهم يشوفوا لازم يشوفوه ويسمعوا، لازم يسمعوا كمان، وعم ترجع تجدد اغاني حفرت وخصوصا شيء عشنا فيه انا وصغار. فانا تصور انه انا كنت احضرها اخر شيء لقيت حالي انسرت المخرج لهول الاشياء اللي كنت احضرها وانا صغير. فهي شغله حلوه كمان انك ترجع تتذكر. نعم. وتشوف كيف بدك تشوف كيف تخلق شيء تعمل هاللينك الرابط اللي قلت لك. صحيح. العالم كله يعني نضلنا احنا عايشين وهالجو. اكيد. برافو محمد. في شيء لبعد رمضان هلا عم تحضروا له ولا بس هلا عم تفكروا بهذا الشهر؟ يعني ممكن بعد رمضان بفانوسي نتابع مع الأطفال بأمور نشجعهم يضلوا أنه عم يفتحوا هالويب سايت وعم يشوفوا شو في بقلبه. نحن تركيزنا هلا موصل على رمضان. نعم. هو هذا أكثر شهر، وأكيد دائما نطلع لقدام، ويعني إذا نقدر أكيد نحن يعني دائما مستعد نقدم قد ما فينا كرمال. يعني هون بيرجع يلا محمد لازم نشجعك إنه تعمل. لا أكيد البارح سهرنا الساعة 1 بالليل صار 3 أيام نخلص جرافيكس كليب الجديد، فما في مشكلة. فنحن مبسوطين بخصوصا إنه عم نشوف إنه في نتيجة حلوة من الكومنتس اللي عم تجي، فهذا كتير شيء بيسعدنا. أكيد. بدي اشكركم شباب. جود لك لفانوسي، جود لك لنشاطاتكم، جود لك لحياتكم كمان العمليه يعني طبعا ثانيه. واهم شيء يعني هي حياه التطوع هي حياه حلوه كثير. الشخص يمكن هو متطوع بينبسط بعد اكثر من العمل اللي عم بيقدمه لمين عم بيقدمه، هو من جوا بحس بسلام داخلي وبتواصل سليم مع الاخر خلال هالشهر. بتمنى الكل يمكن يفكر بهالطريقه هيدي ويتطوع ليمد يد العون لحدا بحاجه له، لانه مش غلط نفكر بخينا الانسان لانه نحن كلنا اخوه بالانسانيه. بريك ونرجع، خليكم معنا نكمل عالم صباح مستمرين الوحده بتوقيت بيروت. بنقرا احنا وياكم بعض الكومنتس يلي بعتوها عن الصبر لانتظار النجاحات والخطوات المستقبليه بالحياه. قديش عندكم اياها وقديش خبرتكم مع هذا الموضوع؟ عودي معكم للمتابعة. سألتكم عن قصة الصبر بالحياة ولا انتظار خطوات النجاح، قد الإنسان لازم يفكر بطريقة عقلانية وما يستعجل أموره لأنه هي كلها مسألة وقت وبتوصله الأمور لقدامه، بس بده يجتهد ويقدم. حكينا قبل أنه عن بعض هيك الكوتس يلي هيك حبيت مرق لكم اياها. ما تبكوا على شخص اذاكم لانه انبسطوا انكم اكتشفتوا حقيقته وفتشوا على حدا احسن. ما تكرهوا الناس اللي بتغار منكم لانه اكيد تغار منكم لانه فيكم امور احسن منا مش قادره توصلها. ما تضيعوا وقتكم بالانتقام واللي نعرفه كتير منيح اللي بعرضك للاذى، يوم من الايام رح يرجع هو يتعرض لردة الفعل وياكل نصيبه ونتائج افعاله. بتخبر عن خططك بالحياه، ممكن تفقد رونقها، ممكن انت تفقد الحماس. خلي العالم تشوف النتائج الناجحه يلي بتجي بعد الخطط. طبعا درس لازم نتعلمه بالحياه، ما تعبر عن مشاعرك لمين ما كان، تصرف واعرف لمين تتصرف وتعبر عن مشاعرك للاشخاص يلي بيستحقوك عن
حقيقة. الرضا عن حياتنا أهم من النجاح، تعرفوا ليه؟ لأنه وقت نكون راضين نحن اللي منقدر نجاحاتنا، ولكن النجاحات الأخرى اللي ما نكون راضين عنها ننطر بس تكون مقيمة من الناس الآخرين. ماتياس، يوم نجاحك بعد المسابرة واصل إذا كان عندك الصبر. هيدي هي كانت خلاصة حديثنا، وسألتكم عن الصبر. تايجر سترونغ ريتا، صباحك تراتيل. إنجيل بينشر السلام بصوتك، وأزهار الفل بتلون بياضة بطهر قلبك. صباحك طهر يا أنبل صباحاتي، تانكيو لألك يا ريتا. صراحة ما عندي صبر أبدا، بعرف هالشي غلط ولازم اتحلى بصبر لحتى حقق يلي بحلم فيه. لقلبك كل السعادة. لا ضروري يكون عنا باسيانس أو صبر، كونوا موجودين بحياتنا. صابرين طالب، صباحه للمتألق خلو أبو زوز، تانكيو. أنا بصبر كتير والدليل اسمي صابرين، مظبوط. بس المهم بالنهاية أوصل ليلي بتمنيه ويلي بتمح له طبعا. جمال بابا، انتظار النجاح هي رحلة طويلة بتبدأ من أول الفرص لنهاية العمر. إجمالا النجاح بيكون مثل رحلة الليل والنهار. صباح الخير يا جوزيف، معك حق، بس لازم نضلنا ناطرين، بس لازم نجتهد لنبقى ناطرين النتائج الكويسة. ريتا دغليان، الغاية لا تبرر الوسيلة يا جوزيف. يعني بانتظار النجاح الإنسان ما لازم يصير ممسحة. طبعا ما قلنا هذا الشيء أبدا يا ريتا، أكيد ما لازم يصير ممسحة. فريال قيصر، صباح الأمل والخير والصبر، أكيد عندي طولة بال كتير، المهم النتيجة اللي متوقعته مع طول الوقت. سارة جود، صباح النور جوزيف. مثل ما بنقول الصبر أيوب، لو بدنا ننعم بطعم النجاح والصبر والعزيمة هن مفتاح أي نجاح. صحيح، بقولوا صبر أيوب قد ما صبر أيوب. صحيح. عبد العاطي الترهوني، سعد صباحك جوزيف. لو بدك تستمتع بطعم النجاح أصبر وأصبر كتير. حياة الحموي، كتير فوق ما تتصور، بصبر. يسعد لي صباحك. مها الجمال، الصبر هو ذاته نجاح برأيي. سكارلت ليلي، صباح جوزيف. رانيا عبيد، بصبر كتير. طبعا الصبر هو المفتاح النجاح، مثل ما قال كمان بعض الكومنتس يلي ذكروها، انه مجرد ما انا نصبر ونجتهد نحن رح نوصل لاي نتيجة. على امل انه كل نجاحاتكم تتحقق وكل اهدافكم تصير مثل ما انتم بدكم. جاهز؟ جاهز؟ جاهز. تمامك غير ثيابك؟ لا خلص، بقى ضلك رهين. عبوك كمان غيرهم. جاهز؟ جاهز. طيب رح نروح على صلاة السينما اللي You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? ضمن أفلام هالأسبوع فيلم المغامرات سولو ستار وورز ستوري بنسخة 3D. خلال مغامرة داخل عالم مظلم وشرير، بيلتقي هان سولو بطياره المساعد تشوباكا قبل انضمامه للثورة، مع أولدن أرين رايك، وودي هارلسون، إميليا كلارك، والإخراج لارون هاول. Communist dictator Anton Vincent has been ousted and still unaccounted for. وفيلم الكوميدي دير ديكتاتور، وقت اللي بينجبر ديكتاتور انه يهرب من الجزيره اللي عايش فيها، بيروح بيتخبى مع صبيه مراهقه بضواحي امريكا، وبيصير يعلمها كيف تعمل ثوره على الصبايا المزعجين عندها بالمدرسه، مع مايكل كين وديا راش، كيتي هولمز with Jason Biggs. I'm proud of you. Why? You became a rebel. Ow! Boy, what the hell are you doing out here? What are you doing? What are you doing? Hey, lady. Right now. Hey, what are you doing? News. Four officers charged in the Rodney King incident are found not guilty. We're taking this to the streets. وفيلم الجريمة كينجز، بيتناول الفيلم حياة عائلة بلوس أنجلوس قبل أسابيع من اندلاع أعمال العنف اللي ابتدت بالمدينة من بعد قضية محاكمة رودني كينج، مع هالي باري ودانيال كريغ. شيف، بدي وعد منك.
نعم بدي وعد منك. وعد شو؟ هات لها شو. ايه هيك انه الجملك تحط لها فواصل اليوم. فواصل؟ ايه خلص بحط لها فواصل. ما تزعل. وعد. وعد. كيف هتيا؟ هو عشان تيا رح حط لها فواصل. رح نروح انا وياكم عند الشيف حسين باول محطة باخر برنامجنا، يعني بعد عنا هلا مرحلة فكرتين. انا بجي لعندك بتاني وحدة. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل، لكن سفرتنا الرمضانية عامرة من بداية عالم الصباح، وأيضا مشاهديننا في عنا أربع وصفات رمضانية. طيب في عنا سلطة التمر بالروكا، هيدا أول طبق. عنا كمان تاني طبق بتنجان بالثوم ودبس الرمان، بالإضافة للعسملية بأمر الدين، وأيضا في عنا الطبق الرئيسي فتة الملوخية. فتة الملوخية رح نبلش بهالطبق، نحضر هالوصفة أنا وياكم طبعا بعد ما كنا مشاهدينا سلقين للدجاج، سلقين البرغل، وهلأ صار الوقت لنحضر الفتة، لنحضر الملوخية سوا. عندي طنجرة على النار رح حط فيها زيت زيتون، لكن مشاهدينا هيدا طبق رمضاني بامتياز. بالنسبة كمان لوصفة الحلو، وصفة رمضانية كتير طيبة شهية وسريعة التحضير. نحن عادة العسملية منشوفها خلال السنة بالتعاونيات والسوبر ماركت، بس أكتر شي منشوفها كمان بشهر رمضان. وشهر رمضان بتعرفوا في عنا العديد من أنواع الحلو منقدر نحضرهم. أنا اليوم اخترت نوع من هالأنواع، لكن عجينة العسملية جبتها من منتجات تونيس فود، دوبناها حطيناها مع سمنة، وأيضا حطيتها بقوالب الكب كيك وفوتها على الفرن على حرارة 180 لحتى استويت اتحمرت، أخذنا اللون الذهبي، سكبتها بهيدا الوعاء. بس قبل ما أسكبها بهيدا الصحن شو عملت؟ شلتها دغري من الفرن وغطستها بالأطراط، وشلتها من القطر حطيتها بهيدا الصحن. طيب الخلطة أو الحشوة الموجودة اللي رح نحضرها أنا وياكم هلأ، طبعا حضرناها بأول فقرة بس بدنا نحشيها على الوجه. الحشوة لكن مشاهدينا هي عبارة عن أمر الدين. أمر الدين نحن هون لازم نكون نقعينه أقل شيء ساعتين بالماء الفاترة، منشيل أمر الدين ومنطحنه بالخلاط الكهربائي لحتى ينعم. منحط الأمر الدين بطنجرة، منحط فوق أمر الدين كريم فريش، منحط من السكر، منحط أيضا من الكريمة، منحطهم على النار ومنغليهم مع بعض لحتى يعقدوا ويشدوا عنا. بس يعقدوا يشدوا عنا منطفي النار تحتهم ومنضيف لألهم ماء الزهر بالإضافة لماء الورد. طيب هيدا الخليط خلينا نشوفه اللي عم نحكي عنه. أمر الدين صار جاهز عنا، الخليط برد، بس بعد بدنا نضيف لألو لأمر الدين بدنا نضيفهم فوق عجينة العسملية اللي حاطين لها الأطراط. طيب رح اجي بهالوقت انا لكن أمر الدين شايفينه قدامنا على الشاشة هون، في عندي زيت زيتون على النار بالبصل، رح حط من التوم، لكن انا عم بحضر مشاهدينا هلأ فتة الملوخية وعم بحضر خليط الملوخية. عندي بصل بزيت الزيتون، هون في عنا من التوم، كتروا التومات لناخد نكهة كتير طيبة لفتة الملوخية. لكن عندي التوم، عم نفرم التوم بهالشكل، رح اجي ضيف التومات فوق البصل، كمان منقليهن مع بعض بصل وتوم. وفي عندي كمان مشاهدينا ملوخية اليابسة غسلناها وعصرناها وصارت جاهزة كمان لحتى ضيفها مع البصل ومع الثوم. اوكي رح قليهم مع بعض لكن مثل ما عم بتشوفوا صارت الملوخية مع البصلات والتومات. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ بهالوقت رح اجي لوصفة الحلو. وصفة الحلو لكن حضرنا، رح جيب
من الخليط حطهم على الوجه بهالشكل. لكن هيدي الكريمة قمر الدين مثل ما عم بتشوفوها كيف عم نسكبها. كمان طبق كتير طيب شهي رمضاني. اوكي رح جيب من اللوز، حط لوز على الوجه. كمان مشاهدينا رح جيب من الفستق الحلبي. خلصنا هالطبق بطريقة كتير سريعة. هاي المقادير كمان عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طيب هون في عنا كمان وصفة تانية محضر معها من الفواكه المجففة، لكن عم نشوف حضرتهم أنا بقوالب أيضا مربعة أو مثلثة، فيكن أنتو أو مدورة اللي بدكن إياها، القوالب اللي بدكن إياها. حضرتهم وحاطت من الخوخ المجفف اللي كانت عم تحكي عنهم كارلا مع المشمش المجفف، وايضا حطيت من بذر اللقطين، كمان بيعطونا نكهه كثير طيبه. لكن هيدا طبق الحلو مشاهدينا صار جاهز عنا. نجي نرجع للملوخيه. عم نقلي الملوخيه لكن ناطرينا لحتى تستوي. بدي ضيف لها كزبره يابسه، وايضا بدي ضيف من الكزبره الخضراء. الدجاج نحن مشاهدينا سلقينه وحاطينه عجنا، لكن بدي ضيف كمان من مرقه الدجاج المسلوق. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. طيب انا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين بالنسبه لخلطه القمر الدين. خلطه القمر الدين لكن حطينا قمر الدين نقعناه بمي فتره تقريبا او مي سخنه حوالي ساعتين، رجعنا شلناهم حطيناهم بالخلاط الكهربائي طحناهم لحتى نعموا عندي. يعني صار عندي فيكم تقولوا عصير قمر الدين. بعد ما حصلت على عصير قمر الدين حطيت طنجرة على النار، في بقلبها كريم فريش، في بقلبها نشا. ضفنا عصير قمر الدين، حطينا سكر، وأيضا لحتى غلو ضفنا ماء زهر وماء الورد. هلأ هون طبعا بقول للمشاهدين فيكم ما تحطوا سكر، لأن في عندي قمر الدين بيكون كمان حلو. وعندي عجينة العسملية بعد ما شلتها دغري من الفرن اللي كانت مخبوزة فيه على حرارة 180، شلتها دغري وحطيتها بالقطر، شربت القطر، أخذنا نكهة رائعة. طبعا القطر حضرناه سكر بالإضافة للمي، برش حامض، ومع ماء الزهر وماء الورد. لكن هون صار الوقت لجيب الكزبرة. رح حط أنا كزبرة مثل ما عم بتشوفوا، كزبرة يابسة. وكمان مشاهدينا رح اجيب ايضا من الكزبره الخضراء. اوكي اخذنا كزبره يابسه وكزبره خضراء، بخلطهم مع بعض، وبجيب من مرقه الدجاج. لكن الدجاج المسلوق عم ياخذ من المرقة، بضيف مرقة الدجاج وبتركهم يغلوا مع بعض لآخر فقرة. بهالوقت أنا رح روح للبن. عندي هون لبن، رح جيب ضيف للبن مشاهدينا. لكن عندي لبن ورح ضيف من الطحينة. أوكي لبن مع طحينة، منحط كمان رشة ملح و نخلطهم مع بعض. هول اللبنات عم حضرهم للفته. هون نحن معودين الفته نحط لها حمص او نحط لها خبز، انا اخترت اليوم لحط للفته من البرغل. هول اللبن جاهزين، رح جيب هيدا الجاط. بهيدا الجاط انا رح حط فيه مشاهدينا لكن من البرغل. طيب رح ضيف البرغلات بهيدا بكعب الجاط بهالشكل. كمان رح اجي ضيف الدجاج. لكن مشاهدينا حطينا البرغل، رح حط ايضا مكعبات الدجاج بهالشكل. طبعا هون الدجاج نحن حاطين له مواد معطرة. بضل في عندي الملوخية، رح حطهم خليط الملوخية اللي شايفينه بالطنجرة
ناطرين نحن الملوخيه لحتى تستوي. رح احط الملوخيه فوق الدجاج وخليط لبن مشاهدينا رح نحطه على الوجه ونحط من لوز المقشور كمان على الوجه. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا الدجاج خليط لبن كمان جاهز عندي. اوكي طيب لكن مشاهدينا عنا برغل عنا الدجاج عنا اللبن صار جاهز. بعد ناطرين الملوخيه وبيضل في عنا وصفتين سلطه الركه بالتمر وايضا بيضل في عنا الباذنجان مع دبس الرمان. خلينا نحضرهم انا وياكم بعد شوي لان هلا رح نروح نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. نوصل لاخر محطاتنا رح نروح عند الشيف حسين ورشه ملح انا بنضم له بعد دقيقه قليله. رمضان كريم من جديد لكل المشاهدين، لكن اللبن مع الطحينه مع رشه كزبرة رايبسه مع الملح اخذنا نكهه رائعه. طيب هون في عندي الملوخيه. هاي الملوخيه طفينا عليها، رح اجي انا اسكب الملوخيه بهالشكل. برغل مع الدجاج المسلوق، الملوخيه، بصل مع ثوم مع كزبره مع ملوخيه يابسه مع كزبره خضراء وكزبره يابسه بحطهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا على وجه الدجاج وبضل في عنا اللبن. رح نحط اللبن كمان مشاهدينا على الوجه. لكن بهالشكل. اوكي فتت الملوخيه. رح اجي اسكب هيدا الطبق حطه هون ورح جيب دغري اللبن حط اللبن على الوجه. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا اللبن كيف عم بحط اللبن بهالشكل. اوكي هيدا اللبن صار جاهز عندي. طيب هون ما خلصنا، هون بدي اجيب بعد اللوز كمان حط لوز على الوجه. كمان رح جيب رشه كزبره يابسه وايضا مشاهدينا رح نجيب كمان رشه من البابريكا. اوكي هيدا الطبق صار جاهز. لكن فتت اوكي لكن فتت الملوخيه صارت جاهزه عنا. رح ننتقل دغري انا وياكم لنحضر كمان وصفه كتير طيبه. اوكي رح اجي بلش بالباذنجان. بالنسبة مشاهدينا للباذنجان رح اخذ من الخس الفريزيه حطهم بهالشكل تحت الباذنجانات وبجيب كمان الباذنجان بصفهم بعد ما كنت الباذنجان الي هون. هون بدي اقول لكل المشاهدين بالنسبة للباذنجان جبنا الباذنجان قطعناه دوائر مثل ما عم بتشوفوا، رشينا رشة ملح لحتى الملح بيطلع مي الباذنجان على الوجه، شلنا المي نشفناهن وأيضا حطينا من الطحين لتينيهن بالطحين وحطينا الزيت. طبعا الزيت أول شيء بده يكون حامي بعدين نحن مننوّس تحت الزيت يتقلو على نار هادية. لكن عندي الباذنجان بدبس الرمان والكزبرة والثوم بهالشكل. اوكي هيدا لكن وصفة الباذنجان عم نشوفها قدامنا على الشاشة. هون رح جيب انا طبعا رح جيب دقة الثوم ورح اخذ من الثوم. طيب
عندي لكين توم، نحط معهم رشة ملح صغيرة ومنقليهم. سوري، مندقهم مع التومات مع الملح بالإضافة لزيت الزيتون بالإضافة لعصير الحامض. هول صاروا جاهزين عنا. رح اجي اخذ مشاهدينا عصير حامض، ضيف عصير حامض لألون. اجي اخذ كمان زيت زيتون، ضيف زيت الزيتون. رح اخذ ايضا من دبس الرمان كمان مثل ما عم بتشوفوا، ونخلطهم مع بعض. هلا بحطهم على الوجه بهالشكل. اوكي، طيب رح جيب ايضا مشاهدينا من الكزبرة الخضراء، ضيف للوجه ايضا من الكزبرة. طيب هيدي كمان كزبرة خضراء على الوجه، منزينها بكم حبة بندورة كرزية بهالشكل، وايضا فيني حط لها كمان من البصل الاخضر. اوكي، هول البصلات كمان بوزعهم بهالشكل. هيدا ثالث طبق لكن صار جاهز. صار في عنا وصفة، عنا الثانية وعنا الثالثة، بضل في عنا صحن السلطة. صحن السلطة رح جيب الركة، رح جيب لكان مشاهدينا من الركة، حط الركة بهالشكل. رح حط مع الركة بندورة كرزية، وأيضا رح نحط كمان مشاهدينا تمر. لكن سلطة الركة بالتمر بهالشكل، الصلصة رح نحضرها فيها دخلة تمر. رح جيب كمان مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا من البندورة الكرزية بهالشكل، فيني حط معها أيضا من الفطر الطازة، ما عندي مشكلة إذا كمان ضفت لها فطر طازة. حول البندورة بهالشكل، ومثل ما خبرتكم ما عنا أي مشكلة إذا حطينا فطور فريش. كمان منوزع الفطور بهالشكل، ورح جيب مشاهدينا من الجوز، حط أيضا جوز على الوجه. أما بالنسبة للصلصة هي عبارة عن زيت زيتون، عصير حامض بالإضافة للتمر المطحون. أوكي، طيب هون عندي هذا الصحن كمان صار جاهز، بضل في صلصته. رح نروح نحضر الصلصة سوا. منجيب خلاط الكهربائي، لكن رح حط بالخلاط أنا التمر بالإضافة لزيت الزيتون ولعصير الحامض، واخلطهم وحضر هالصلصة. اوكي، طيب هون التمر، عندي تمر مع البذرة. طبعا مشاهدينا نحن بدنا نشيل البذرة عن الوجه ونحضر هالصلصة. اوكي، هول التمرات، منشيل التمرة بهالشكل لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم فقيه هون، لنضيف لألون زيت الزيتون وعصير الحامض. ايضا هيدا طبق للفطار رمضاني بامتياز. انا بهالوقت هيك بدي اذكر كمان كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسألنا اياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة. طبعا مثل كل نهار اربعة بجوبكم على الاسئلة، يعني بكرة انا بجوبكم على الاسئلة اللي بعتولنا اياها على
الواتساب. طيب هون عندنا التمر، رح ضيف انا للتمر جوزيف. خلصت كل هودي خلصنا زيت الزيتون، حطيت لها لبن للملوخية. فيها كزبرة؟ فيها كزبرة. شو كمان؟ فيها خل؟ لا ما فيها خل، عمر. فيها فيها كزبرة. يلا فيها كزبرة وفيها بصل وفيها ثوم. هاي شو عم تعملها؟ هيدي الصلصة، أنا عم بحضر صلصة للسلاد. طبعا شو عم تطحن؟ شو عم تطحن؟ عم اطحن هون في عندي تمر، وفي عندي زيت زيتون، وفي عندي عصير حامض بس. اوكي اوكي طيب شو تسكرها منيح هالمكنة. يلا هيدي الصلصة، بحرق هي تيابك بعد يوم لانه صاير اسمها مثل يعني الفيديت، كل فقرة بتقدمها بتياب مختلفين على الفقرة. مش قادر بقى. حق عليك يا رويدة، حق عليك يا رويدة. طيب هون هو التمر. شو حطيت؟ تمر وزيت زيتون. تمر وزيت زيتون حامض وعصير حامض. عن جد؟ بس اوكي حبيت. طيب جوزيف، لكن هول اربع وصفات انا اليوم قدمتهم لكل المشاهدين، اربع وصفات لسفرتنا الرمضانية. ان شاء الله وصفاتنا يكونوا نالوا اعجابهم. بدي اشكرك، اشكر كل المشاهدين وبدي لهم الف صحتين، ونترككم بكرة كمان مع وصفات رمضانية بامتياز. طلع. بدي منك كلمتين حلوين لعلا تقول لها فيهم الحمد لله على السلامة بطريقة بس حلوة. ليك هاي الجملة الطويلة هلا بسمح لك فيها. هلا؟ اللي فيها اثنين فاعل، اثنين فاعل، اثنين مفعول به، تفضل. عم تسمعك. ما دام عم تسمعك. بدي اقول لها لعلا الحمد لله على السلامة، ويخلي لي اياكي ويطول عمرك، ويخلي لي كمان بنتنا الجديدة، وقول لهم اني بحبكم اثنيناتكم. مش طالعة من القلب، بدي اياها من القلب اكثر. كم طالعة من الشرايين. بخي بدي اياها، بدي احس، بدي الاحساس. خلص هي حست، مش المهم انت تحس. ايه؟ هي حست. مش مهم انا حس؟ هي ما انت عم تقول لي لها، ما انا هي بدها تحس. انا بدي اشعر فيها الجملة انه عم تقول لها اياها من قلبك. بحبي. الى اللقاء. رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي، رمضان 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 السنة دي، فرض فيه الصيام، أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان، يحصل الغفران. فرض فيه الصيام، أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان، يحصل الغفران. رمضان 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 السنة دي، مرة كل سنة بي